السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شباب. معنا النهاردة مع المحاضرة التاسعة من كورس CCNA Routing and Switching عنوان IP Addressing Subnetting Mastery Part 3 النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن basic notes ملاحظات كده إيه رئيسية أو ملاحظات أساسية على Subnet mask. هنتكلم عن Subnetting Based on Network Number. هنتكلم برضو عن السبنتنج بيزد اون هوست نمبر وانت لو اتقنت حته السبنتنج بيزد اون هوست نمبر اند ان يعني عن لو انت اتقنت حته السبنتنج بيزد اون نتورك نمبر اند بيزد اون هوست نمبر هتلاقي الموضوع ايه مشي معاك بسلاسه وبوضوح وبسهوله الدنيا مش هتبقى معقده معاك بقى في السبنتنج والكلام ده كله انك تدرس السبنتنج بناء على النتورك نمبر او الهوست نمبر ده هيطلعك انك تعرف تحل اي مساله ايه سبنتنج طيب وهناخد some accelerating techniques on subnetting هناخد بقى بعض الملاحظات الاساسيه على او الرئيسيه على ال وفي الاخر هنحل مع بعض ال challenging test حابب اوضح ان ال challenging test انا جايب مسائل اغلب المسائل في ال challenging test دي جايه من امتحان إن CCNA routing and switching ف احب اقول يعني ايه امتحان سي سي ان بالنسبه بالنسبه اللي عايز يقدم في ال... الامتحان مرتكز ب... ب... او مركز على حته السبميتنج بصوره كبيره جدا فانت لازم تتقن الموضوع ده احسن ما انك تحفظ اسئله اسئله السبميتنج والاجابات بتاعتها وتخش لان انت لو انت لما تيجي تقدم بشغله او تريننج او كده فانت الانترفيو لازم تعرف ان الانترفيو خصوصا الريتن لو هتمتحن مثلا على كان امتحان نظام امتحان كده التركيز بيكون على السبليتنج بنسبه كبيره حتى في اسئله الانترفيو طيب آه نروح على البيزك نوتس اون ذا سبنت ماسك احنا ليه بنستخدم او ليه بنحتاج ان احنا نعمل سبنتنج uh, uh, First thing تو سي هنقول اول حاجه سبنت ماسك which is facing any network helps set the network address for uh, for a PC السبنت ماسك آه اللي بيكون قصاد اي نتورك اي دي او نتورك اي بي لو انا مثلا بقول لك 10.0.0.024 ال سلاش 24 دي اللي هي ترجمه عباره عن ايه؟ 24 واحد كل 8 وحايد مرميين في ايه؟ في اوكتت عباره عن 255 255 دوت زيرو ماسك فايدته ايه احنا قلنا اتكلمنا في, في الكلام ده المحاضره اللي فاتت ان هو بيعرف بيعرف الرينج بتاع النيتورك انت بدايتك فين ونهايتك فين وكذلك بيعرف اي جهاز ان عنوان النيتورك بتاعتك ايه واضح يعني انا لو عندي مثلا جهاز العنوان بتاعه 10.0.0.5 فالجهاز او البي سي ثرو السبنت ماسك عن طريق ان هو عارف السبنت ماسك بتاعته يعرف يحدد اوه اوكي انا العنوان بتاع النت ورك بتاعتي 10.0.0 اي حاجه مقابله 255 بيعبر عن النت والاوكتت اللي فيه الرقم بتاعي اللي هو كهوست نمبر انا هصفره هخليه زيرو و يبقى انا عنوان النت بتاعتي 10.0.0 10.0.0.0/24 فدي فايده الايه السبنت ماسك طيب فتاني تاني حاجه submitting helps for solving some major problems ال submitting بمنتهى البساطه يعني عشان نفهم حته ال submitting تعالى نشوف ال يعني ايه نشوف مثال زي كده انا دلوقتي عندي راوتر اوكي okay. ال الراوتر ده مثلا واصل على راوتر وهنا واصل على راوتر وهنا واصل على راوتر اوكي okay. والراوتر ده واصل على نتورك والوسط والراوتر ده واصل على نتورك اي رسمه من اللي انا عملتها دي الخط كده يعني الرسمه دي معناها ان انا موصل سويتش وفي ايه هوستس بقى تحت في ايه اجهزه كمبيوتر تحت يعني بدل ما ارسم لك راوتر طالع منه سويتش وشويه اجهزه ده سيمبل مختصره يعني طيب ال ال دي انا عندي شركه مثلا النتورك ديزاين بتاعتها بالشكل ده وتطلع على الانترنت ثرو الراوتر ده وده هنسمي ده الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر وده هيبقى مثلا ار1 ده هيبقى R2 ده هيبقى R3 وده هيبقى R4 طيب ده كلام جميل جدا ال ال الشركة دي هنقول مثلا هي شركة ام اي اكس اي اسم يعني شركة اكس تمام شركة اكس راحت للسيرفيس بروفايدر وتقول له بعد اذنك انا عايز اشتري بابليك اي بي عايز عايز اشتري بابليك اي بي يعني هتقول لي يعني ايه يا باشمهندس بابليك اي بي ما انا اتكلمت فيها المحاضرة اللي فاتت هي الاي هات اللي اللي بتطلع بيها اي نودز على الانترنت لان انت عندك الاي هات اما تكون برايفت اوكي واما تكون لوب باك احنا اتفقنا ان كلاس اي وكلاس بي وكلاس سي هم اليوزبل هم اللي انا بستخدم فيهم اي هات وعندك الاوتوماتيك عندك الاوتوماتيك اي بيز وعندك البابليك هتقول لي يا باشمهندس بس انت المرة اللي فاتت انت المره اللي فاتت ما اديتش رينج اديت رينج البرايفت ثلاث رينجات اديت رينج اللوب باك اديت رينج الاوتوماتيك لكن انت ما اديتش رينج البابليك لان البابليك الرينجات بتاعته هي كل الاي بي هات فيما عدا البرايفت فيما عدا البرايفت وفيما عدا اللوب باك وفيما عدا الاوتوماتيك تمام يعني انت عندك دلوقتي المفروض كلاس A وكلاس B وكلاس C هم الايه اليوزبل كلاسز اللي انا بستعمل فيهم اي بي هات فانت عندك كلاس يعني انت عندك من اول واحد ل 127 لـ ومن و 127 الى 191 ومن 191 الى 223 كل دي اي بي هات يوزبل اما اتكلم من هنا لهنا ده كلاس اي واضح كده واما اقول من 128 ل 191 ده كلاس بي واما اقول من 192 آه، كلاس بي بيتراوح من 128 ل 191 اما اقول من 192 ل 223 ده كلاس سي فانا يعتبر عندي الاي بي هات اليوزابل اليوزابل هي بتبقى من اول 1.0.0.0 الى 223.255.255.255 دي الايه اليوزابل انا قلت لك ان في الرنجات دي اديتك الثلاث رينجات في البرايفت اديتك رينج في اللوب باك، اديتك رينج في الاوتو في الأوتو اي بي، طيب البابليك هو الباقي هو الباقي خلال الرينج ده هو الباقي، ده البابليك، اوكي؟ طيب فالشركه راحت للاي اس بي قالت له انا عايز اشتري بابليك اي بي، هتقول لي طب سؤال تاني يا باشمهندس هم مش ممكن يحطوا مش هم ممكن يعملوا برايفت عندهم في النت ورك برايفت عندهم بالنتورك ويطلعوا ويخلوا مثلا ويعملوا عمليه النت على الراوتر ده او اي راوتر او الراوتر ده مثلا ممكن يعملوا عمليه النت اللي هو يعني الراوتر ده بس ياخد اي بي بابليك وده هياخد اي بي بابليك او يا اما الراوتر ده مثلا ممكن ياخد اي بي بابليك لان كل الاجهزه اللي هتطلع من التو نتورك من التو نتوركس دول هيطلعوا عن طريق الراوتر 2 او راوتر او النتورك دي على الراوتر 3 او النتورك دي على الراوتر 4 يعني اني واي هم ليه ما ياخدوش برايفت له ويتعمل ويتعمل عليهم نت بحيث انه يعني مثلا ايه آه يطلعوا عن طريق الراوتر واحد او راوتر اتنين ببابليك اي بي طب يعني ايه عايزين يشتروا بابليك اي بي قلت لك يعني الشركه راحت الاي اس بي وقالت له لو سمحت اديني انا عايزه اي بي مثلا اللي هو ستلاش اربعة 24 واضح كده طيب هو ده ايه هتقول لي المفروض ده مش باشمهندس عنوان نتورك هقول لك اه هو ده يعتبر اه عنوان نتورك خليني معاك الاخر فعلا ده عنوان نتورك وده بلوك اي بي هات اشترته شركه اكس من الاي اس بي اه عشان الاجهزه البي سيز ذات نفسها ما تاخدش برايفت وتتحول اما تيجي تطلع للراوتر سيان هتطلع من الراوتر 4 او الراوتر 2 او الراوتر 1 اه فدلوقتي مثلا لو انا عندي بي سي هنا ممكن ياخد اي بي برايفت وهيتعمل له نت اما عند راوتر 4 يعني الاي بي بتاعه يتغير عند راوتر 4 او الاي بي بتاعه يتغير او او يتغير اول ما يطلع على راوتر 2 او من راوتر 2 او الاي بي بتاعه يتغير اول ما يطلع من راوتر 1 ده اللي هو ايه بي سي 1 يعني احنا اوريدي في الحالات بتاعتنا احنا بياخد برايفت وبعدين بيطلع ايه بيتحول الى بابليك ثرو النت طيب الشركه بقى شركه اكس قالت لا ده انا عايزه ادي الجهاز ذات نفسه الأجهزة ذات نفسها عايز أديلها أي بيهات بابليك أنا عايز أديلها إيه؟ أي بيهات بابليك طيب ما هو كده في طب ماشي طب ليه؟ لا دي يعني دي في حالات كتير بقى يعني افرض أنت عندك الشركة فيها ميل uh سيرفر أو فيها ويب سيرفر فأنا مش عايز أنا مش عايز أعمل ضغط على لو أنا مثلا عملت ويب سيرفر عندي في الشركة والشركه دي مثلا ليها فروع كتير فانا عندي في موظفين كتير من الفروع اللي بره هيخشوا على الويب سيرفر ده انا يعني عندي ويب سيرفر هنا والويب سيرفر ده مثلا واخد اي بي برايفت 10.0.0.10 سلاش 24 وبيتعمل له نات عند يعني بيتغير بابليك على الاي بي ده اللي هو الاي بي ده كان مثلا اللي هو 41.5.6.4 واضح ممكن على فكره السيرفر ده يطلع برايفت وهنا ويتعمل له نات ويطلع بابليك يعني يتحول السورس اي بي من 10.0.0.10 ل 41.5 -10 4. او ممكن يتعمل له نت هنا يعني ممكن يفضل طالع برايفت طالع برايفت طالع برايفت لان هو اني واي اني واي اني واي تيل ناو هو لحد دلوقتي ما طلعش الايه للانترنت واضح كده لسه ما طلعش الانترنت فممكن ياخد الاي بي اللي واخده راوتر 2 ماشي طب لا ممكن ما يتعملوش لا نت هنا ولا هنا يعني ما يتعملوش نت هنا او هنا يعني كاني بقول لك بيطلع بالباب برايفت بتاعه اللي هو 10.0.0.10 -10. وهنا 10.0.0.10 -10. بس اول ما يعدي راوتر 1 راوتر 1 هيقوم مدي هوب الاي بي بتاعك اللي هيدي له الاي بي بتاعه الببليك اللي باصص ناحيه الايه الاي اس بي واضح طيب أه ليه انا مثلا الح... يعني انا بكلمك في الحالات اللي انا ليه اوقات الشركات بتحتاج تدي بابليك اي بيز سيز او النودز اللي عندها أه انا عندي سيرفر هنا ويب سيرفر طيب انا دلوقتي هيخش كلاينت 1 كلاينت 1 هيخش ثرو الانترنت على السيرفر واضح كده؟ طيب انا هسالكوا سؤال انا هسالكوا سؤال المفروض السيرفر اما يحب يرد عليه اما يحب يرد عليه ال... السيرفر هيطلع من سورس بورت صح؟ طب ده كلام جميل جدا وانا عندي جهاز كمان عايز يطلع هيطلع من سورس بورت برضه صح؟ المفروض اه طيب النتوركس دي برده كل كل جهاز هيحب يطلع من سورس بورت كل جهاز يحب يطلع من سورس بورت سورس بورت سورس بورت ويبقى على ايه يعني مثلا الاجهزه دي هتكون على نفس ال اي بي والاجهزه اللي هتطلع من هنا هتطلع على نفس الببليك اي بي لكن اختلاف ايه السورس بورتس دي كل يعني اما يبقى عندي اجهزه كتير قوي كده وكذلك عندي جهاز من دول بيجي له انكمينج كونكشنز كتير وهو بيطلع اوت كونكشن كتير يعني بيستعمل ايه آه بيستعمل ترافيك عاليه فانا يستحسن ان انا الجهاز ده ادي له اي بي خاص مستقل بيه ادي له اي بي خاص مستقل بي, أدي له IP خاص مستقل بي. اوكي طيب طبعا انا ممكن واحد يقول لي يا باشمهندس طب انا انا هنا ما عنديش مشكله يعني انا يعني انت بتتكلم ان ممكن البي سي ده لو واحد فاهم بقى هيقول لي يعني انت بتتكلم ان ممكن بي سي يطلع يعمل اوفر لود على السيشنز يعني يعني مثلا انا دلوقتي عندي ايه بي سيز كتير جدا هنا فكل واحد هيطلع مثلا هيطلع واحد هيطلع من سورس بورت 5000 واحد يطلع من سورس بورت 5000 وواحد واحد يطلع من سورس بورت لا وخلي بالك بقى ده انت البي سي الواحد عندك المفروض المتوسط عدد السيشنز بتاعته اللي بتطلع بيها المتوسط اللي هو مستخدم انترنت عادي اوكي المفروض يعني مثلا يعمل له في حدود 100 ل 200 سيشن واضح كده يعني 100 ل 200 سيشن اي بي سي في المتوسط بالمناسبه ما فيش بي سي يقدر يطلع يعمل يعني يفتح اه 65535 بورت ولا حتى يقدر يفتح 60000 60000 الف... الف بورت ما يقدرش البي سي يستهلك الايه انه يطلع من البورتس بتاعته كلها او حتى 60000 او 50000 لان انا عشان اعمل كده انا محتاج رامات جباره عشان اقدر اطلع من سورس بورت لان كل سورس بورت انا بطلع منه اوكي انا بستهلك جزء في الرامات واضح كده طيب اني anyway, anyway, حتى ال مش فاهم برضو او لسه مش مش مقص يعني مقصره معايا الحته دي شويه او مش فاهم انا بالظبط ايه الكي بوينت اللي انا بتكلم عنها بالظبط طيب انتوا تعالوا نمشي يعني ايه نمشي مع بعض كده انا دلوقتي عندي شركه اشترت من الاي اس بي البلوك ده اوكي طيب ده كلام جميل جدا الشركه دي عايزه توزع الاي بي هات عايزه تدي كل الاجهزه بتاعتها اللي في النتورك دي كلها في النتورك دي كلها عايزه تديها لإيه الاي هات من البلوك ده آه هنا هسألك سؤال البلوك ده الش... أو هسألك سؤال الأول ال... الشركة عندها كام نتورك؟ المفروض تقول لي أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة ما بين راوتر فور وراوتر تو أدي أربعة أدي خمسة تمام كده؟ فأنا هنا عندي في الناحية من أول يعني إيه من أول هنا وانا داخل كده انا عندي كام نتورك؟ انا عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فانا عندي ايه؟ فايف نتوركس والشركه عايزه توزع البلوك ده كله على الخمسه نتورك دول، ولكن في مشكله، في مشكله جامده جدا الناس المبتدئه تخلي بالها منهم من المشكله دي ان انا دلوقتي عندي الاي بي ده الاي بي ده ما يديش على سلاش 24 ما يديش الا نتورك واحده، وانا عندي خمسه نتورك، يبقى انا محتاج ايه؟ اقسم الاي بي، هقسم او اي بي النتورك ده بدل ما اخليه اي بي ينفع لنتورك واحده لا هيخليه اي بي ينفع لفايف نتوركس طيب طيب ده كلام جميل جدا تعالوا بقى بصوا نمسح الايه القصه دي دي من ضمن اساسي يعني من ضمن الاحتياجات الرئيسيه اللي بتخلينا نعمل السبميتنج يعني اللي انا الشركه بتشتري بلوك اي بيهات ينفع لاي بي ينفع اي بي ينفع البلوك كده يتاخد لوان نتورك ولكن انا اكشولي عندي مثلا بحدود 10 نتورك فانا محتاج اسيجمنت اعمل سيجمنت للايه للبلوك الاي بلوك الاي بيهات ده بحيث ان هو يكفي 10 ان هو بدل ما يتوزع ما يروح لنتورك واحده لا ده يروح ل10 نتورك فده من ضمن الايه ده من ضمن الحاجات الرئيسيه اللي بتخلينا نعمل السبمتنج طيب أه شويه ملحوظات بقى هنتكلم عنها ايتش بيت اون ذا اي بي فيرجن بور ادرس ذات فايسز 1 ان باينري 1 ان باينري ان ذا سبنت ماسك از considered تو بي ا نتورك بت يعني دلوقتي انت عندك ده سبنت ماسك اوكي طيب ده سبنت ماسك كام يا شباب ادي بصوا 8 8 وحيد 8 وحيد 8 وحيد يعني سلاش 24 طيب الاي بي ده كام حد ممكن يقول لي ادي ده 128 وده 64 انا ليه قلت ده 128 وده 64 لان انا عندي كام بت ادي 1 2 3 يعني ده 1 2 4 8 16 32 64 مية، وعشرين فده ده ده و 128 فده تده 64 و128 الوحيدين دول يعني ده 192 اوكي وده ده يكون كام ده انت عندك ده مقابل لكام ده مقابل ل8 وده مقابل ل32 ف8 و32 40 40 و128 هيبقى كام 168 اوكي وده هيبقى 168 وده هيبقى 1 لان ده الواحد ده الوحيد المقابل لواحد بس وده هيبقى كام ده هيبقى 1 و4 ده هيبقى 5 يعني ده اي بي uh, 192 168.1.5 uh, طيب uh, ده سبنت ماسك سلاش 24 طيب بصوا يا شباب انا عايزك بقى انا كنت دايما بقول لك ايه بصوا بقى انا يعني ها هاسكب الايه السلايد دي وهشرح على الوايت شيت عشان أفهمك شويه بيزك كونسبتس حتى هتلاقيها مكتوبه على الايه السلايد يعني اه 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 شت طيب اها طيب انا دل كنت دايما بقول لك ايه ان انا لما يكون عندي بي سي واخد اي بي 192 168.1.5/24 فالبي سي بيبني الجدول صح ولا لا بيبني الجدول كل ما يقابل ال255 يحطه في خانه ايه ايوه في خانه النتورك حلو قوي كده ادي النتورك ادي ايه ادي هوست فهو هيحط 192 مقابله فعلا 255 168 فعلا مقابله 255 الواحد فعلا مقابله 255 والاوكتت المقابل للزيرو في السبنت ماسك هتقول لي يا باشمهندس حضرتك قلت لنا نصفره ونحط بداله زيرو حلو قوي والهوست هيبقى كام الهوست هيبقى 5 طيب هنا بقى عايزين لا ده احنا هنمشي ليفل اعمق

آه, يبقى كده كام؟ خمسة واحد اثنين تلاتة طيب الواحد عبارة عن زيرو 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 واحد والخمسة عبارة عن زيرو 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 ده الستاشر ده التمانية الأربعة الاتنين لأ الواحد معايا طب ده كلام جميل جدا والسبنت ماسك السبنت ماسك يبقى واحد 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 كله واحد اول ثلاثه اوكتت وهنا كام صفر. لاحظ بقى الملحوظه المهمه دي جدا. لا لا دلوقتي لا مش كل ما يقابل ال 255 يعبر آه عن عن نتورك لا ده كل بت في الاي بي جاي بي وده سابنت ماسك ده سابنت ماسك كل بت في الاي بي زي ده مثلا مقابل لواحد في السبنت ماسك اذا البت ده يعبر عن نتورك بت وكل ما يقابل الزيرو في السبنت ماسك اذا البت ده يقابل زيرو في السبنت ماسك صح يعبر عن هوست بت اه ثواني بقى انا كده انا كده لا 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 انا كده اتلخبطت يا باشمهندس احمد طيب احنا هنتكلم ببساطه انا اسالكوا سؤال لو انا عندي لو انا عندي اي بي جهاز تاني في نفس النتورك دي عباره عن 192 268.1.10 انا هسألكم سؤال المفروض الباينري بيتس اللي في الاي بي ده يعني ايه الباينري بيتس شكل الاوكتتس بالباينري في الاي بي ده الباينري بيتس الخاصة بالنتورك هنا المفروض زي هي هي الباينري بيتس الموجوده في النتورك دي في الاي بي ده ولا لا يعني المفروض اي بي النتورك هنا كان 192.168.1.0 وهنا كان 192.168.0 يعني اكيد تحويل الدبل باينري بتساوي تحويل الدبل باينري اظن دي ما فيهاش تعقيد المفروض تقول لي اه تمام ما، اوكي انا فاهم طيب هنا بقى انا ليه بقول لك ان كل بيت للواحد كل بيت قصاده الواحد كل بيت في الاي بي قصاده واحد في السبنت ماسك ده بيعبر عن نتورك وكل بيت في في الاي بي مقابل لزيرو في السبنت ماسك بيعبر عن عن هوست اه هقول لك اه بص بقى يعني لو انا افرض مثلا حطيت هنا واحد واحد الله انت هتحط واحدين في ال... في الاوكتت الرابعه اقول لك اه اقول لك اه اذا اذا المفروض اي اجهزه في النتورك دي اللي هي 192.168.1.0 على سلاش كام دلوقتي هي بقت سلاش كام عدد الوحدات بقى دلوقتي بقى بدل 24 زودت 2 بقى 26 المفروض كل نتورك في 192.168.1.0 ها ركز 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 المفروض يكون ليها نفس الشكل ولا لا كل الاي بي هات كل اي الاجهزه اللي في النتورك اللي هي 192 دوت 168 دوت 1 دوت 0 سلاش 26 اهو سلاش -26, 26 المفروض يكون ليها نفس الشكل ده ولا لا ها ركز المفروض كل البي سيز يعني انا دلوقتي لو قلت لك بي سي واخد يعني احنا عندنا في المثال ده يا شباب على سلاش 24 المفروض تحويله الباينري تحويله الباينري هنا انتوا عارفين 24 سلاش 24 يعني ايه سلاش 24 من الاخر معناه يعني اول 24 بت في كل جهاز في النتورك دي اول 24 بت اول 24 بت اهو بقولها اول 24 بت في اي بي كل جهاز في النتورك دي المفروض يكون متطابق ولكنهم يختلفوا في اخر كام في اخر 8 بت في اخر 8 بت اللي هو ال 8 بت اللي هو ايه الاوكتت الرابع واضح كده طب هنا الى إيه معناها 198 1981 0 26 انا زودت واحدين كانه بيقول لك اذا كل الاجهزه الموجوده في نفس النيتورك دي الموجوده في النيتورك دي المفروض يتطابقوا في اول 26 بت. تاني؟ كل الاجهزه يعني كل اي هات الاجهزه اللي في النيتورك 198 1981 26 المفروض يتطابقوا في اول 26 بت اللي هو ده. يعني المفروض اي بي سي في النت في النتورك كي دي يكون ليه نفس الشكل ده نفس الشكل ده ولكنه يختلف فين يكنه يختلف في البيتس المقابله للايه للزيروهات اللي هي الايه الهوستس صح ولا لا يعني هتلاقي مثلا جهاز ياخد 0 000 0 0 0 0 1 هتلاقي جهاز بياخد ده 1 1 0 0 0 0 وهكذا ها الدنيا الدنيا اتفهمت طيب ده كلام جميل جدا تعالوا بقى ناخد حاجه يعني ايه حتى هتفهم الموضوع اكتر دلوقتي انا في المثال اللي انا اديته لك ان انا شركه عندي اشترت البلوك اللي هو 11.0.0.0/24 انا عندي بلوك زي ده ال11 دي عباره عن كام المفروض ال11 دي في الباينري يعني انا عملت ايه 1 2 4 8 16 32 64 128 المفروض ال11 بقى انت راجل المفروض تكون بقى ماستر في الباينري بقى بعد المحاضره اللي فاتت المفروض ال11 عباره عن مجموع ال8 زائد ال2 وال1 صح يعني 8 و2 10 و1 11 تحويله ال11 دي بالباينري تبقى كام المفروض اهو زي ما انا كتبت 0 0 0 0 ااا آه 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 المفروض ده لا المفروض زيرو زيرو اربع اصفار واحد زيرو واحد بعدين بقى وبعدين تمن اها طيب هنا واحد 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 وهنا واحد واحد واحد, واحد 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 وهنا صفر 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 صفر, صفر, صفر. طب ده كلام جميل جدا طيب الشركه راحت اشترت البلوك البابليك ده انا هسالكوا سؤال انا هسالكوا سؤال ينفع الشركه اللي اشترت شركه اكس اللي اشترت البلوك البلوك كده ان هي تغير في الاوكتت ده او ده هتقول ازاي يعني ينفع مثلا تقول خلاص انا النتورك دي هدي لها 11 0100 24 والنتورك ثانيه هديها 11.2.0 لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش لان الاي اس بي اداك البلوك ده على سلاش 24 يعني كان الاي اس بي بيقول للشركه انت تقدري تغيري في ارقام ايه؟ في ارقام الاوكتت الرابع لكن مالكيش دعوه باول ثلاثه اوكتت لان ده بيجو... ده انت لو انت عايز تجيب واحد لا ده انت تشتري بلوك تاني لو 11.1 11 دوت واحد 11 دوت اتنين تشتري البلوك ده واضح فانت ال... الشركه دلوقتي شركه اكس اصبحت اوثورايزد ان هي تتحكم بايه بالثمانيه بيتس دول ليه يعني يعني ايه مش فاهم يعني بمنتهى البساطه هي ممكن تتحكم ب 8 بتس دول عشان تديهم الاجهزه يا شباب صح ولا لا يعني جهاز ياخد دوت واحد ده الراوتر جهاز ياخد دوت 2 دوت 3 دوت 4 دوت 5 دوت 6 دوت 7 وهكذا واضح لكن ما ينفعش مثلا ايه الشركه تقوم قايله لك قايل لك انا هدي شركه اكس انا هدي النت ورك دي 11.0.1. كذا لا اي اكتة مقابله وحيد في السب ماسك ده ممنوع انك تغير فيه ارقام انت انت تاخد بالارقام بتاعتك دي معنى ان الاي اس بي قال لك انت خد البلوك ده الساشه 24 يعني اول ثلاثه واكتب ده انت مالكش دعوه بيه ما تغيروش واضح كده؟ طيب الشركه بقى شركه اكس بقى طيب اوكي راحت لمهندس الشبكات اللي شغال عندها والمهندس ده بقى ايه راجل فاهم وشاطر فقال خلاص يا شباب إحنا عندنا ستة خمسة نتورك، أوكي مفيش مشكلة. لو أنا زودت أنا بقى هسألكوا سؤال، أنا هسألك سؤال، مش الأوكتت ده شركة إكس تقدر تغير فيه؟ تقدر تغير فيه؟ يعني تعمل انا زيرو واحد، آه واحد واحد، تقدر تغير فيه؟ طب ده كلام جميل جدا. المهندس بقى راح قال إيه؟ طيب أوكي، أنا هحط، أنا هحط مثلا واحد واحد، يبقى أنت كده عندك 11 0.0.0.0 كان 23 صح انا نقلت سلاش 24 بقت خليتها كام سلاش 26 انا هسالكم سؤال الواحد واحد ده في السبت صح اهو قصاده ايه قصاده صفر صفر في الايه في الايه في الـ في الاي بي صح ولا لا طيب هم مش الشركه اكس تقدر تغير في الاوكتت ده صح ولا لا المفروض اه طيب يعني تقدر تغير الصفر صفر اللي هنا دول اللي انا نزلت انا نزلتهم هنا تقدر تخليهم صفر واحد طب ممكن تخليهم واحد صفر طب ممكن تخليهم واحد واحد صح ولا لا مش ينفع طيب حلو قوي كده يعني الشركه دي تقدر تقدر ان هي تك بصوا بقى بصوا ده كل ده ده نتورك تخيل بقى مش اصلا مش هم عباره عن بصوا يا شباب مش ال يعني ده نتورك والصفر واحد ده نتورك مختلفه خالص وده نتورك مختلفه خالص ده نتورك 1 ودي نتورك 2 ودي نتورك مختلفة خالص ودي نتورك مختلفة خالص هتقولي طب ازاي هقول لك مش مش التو ديجيتس دول مقابلين لوحيد مش دول مقابلين لوحيد يعني دول بيعب ده بيعبر عن نتورك وده بيعبر عن نتورك مختلفة خالص طب هقول لك عشان عشان تتاكد منها مش الصفرين دول قبلهم 24 24 بت اللي هم دول 24 بت صح؟ مش انا قلت مش انا قلت اي يعني دي دي نتورك مش انا قلت اي اجهزه في نفس النتورك لازم يكون ليها نفس عدد الرقم اللي بعد سلاش يعني المفروض لو انا عندي انا بمعنى ان انا بقول لك دي

192 ل 26 طب ده كلام جميل جدا انا قسمت بصوا بقى النتورك اللي بقت كانت 11 دوت 0 0 27 بقت 4 نتورك اي بي 4 نتورك انا عملت ده ازاي يا باشمهندس بمنتهى البساطه بمنتهى الوساطة انا زودت سلاش 24 خليتها 26 فبقى عندي واحدين هنا يعبروا عن ايه نتورك وبما ان الواحدين دول قصادهم 2 بيتس فاقدر اعمل كام احتمال فيهم اغيرهم كام مرة اقدر اغيرهم اتنين قص عدد البيتس اتنين قص اتنين يعني اقدر اعمل كام نتورك فور نتورك صح ولا لا طب ال بتاع النتورك الاولاني من حداشر دوت زيرو دوت زيرو الى حداشر دوت زيرو دوت زيرو دوت كام دوت كام انا دلوقتي هتقول لي المفروض دوت 63 قبل ده بواحد طب وده لكام 11.0.0.127 قبل ده بواحد طب وده هيبقى 11.0.0.191 قبل ده بواحد طب وده عباره عن 11 لحد 11.0.0 بوينت كام؟ 255 لان انا لو جمعت ال 64 على 192 هتديني 256 و... 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 واللي قبل 256 بواحد هو ال 255 هنا هتسالني سؤال كمان اشمعنى انا جمعت في الرابعة الرابع هنا زيرو؟ صح يعني أنا هنا عندي زيرو قلبتها ل 64 وهنا طلعت ال 128 وهنا ال 192 طب ليه؟ اشمعنى؟ هقول لك يا سلام ده بمنتهى البساطة بصوا يا شباب قواعد الجمع في الباينري لو أنا عندي صفر وعايز أجمع عليهم واحد هعمل إيه؟ يبقى واحد صفر طب لو هجمع واحد كمان يبقى واحد واحد هيبقى صفر صح؟ وهيروح واحد الناحية التانية تبقى واحد صح؟ طب لو هجمع واحد يبقى واحد واحد صح؟ طب آه الدنيا الدنيا اتفهمت طيب أوكي أنا هنا بجمع واحد صح؟ عند الأكتة المقابل لكام؟ أنا بجمع واحد هنا صح؟ آه أنا آسف عند البيت المقابل لكام؟ أنا عندي زيرو هنا، مش مجمع عليه واحد بقى واحد صفر، بقى جمعت عليه واحد بقى واحد بقى زيرو هنا صفر ده وبعدين رحت لده بقى واحد زيرو طب حطيت واحد كمان يبقى واحد واحد صح ولا لا؟ طيب أنا جمعت يعني أنا جمعت على البيت ده صح ولا لا؟ بحط واحد عليه طب البيت ده مقابل لكام؟ مش ل 64؟ يعني أنا كل ما بحط واحد بالباينري على الصفر ده كأني بجمع 64 ولا لا؟ واضحه تمام فبالتالي انا اقدر انا اقدر آآ آآ انا اقدر اعمل اربعه نتورك من حته ال 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 ده بقى موضوع الايه؟ السبنتنج ده بقى موضوع السبنتنج هنحل مسائل كتير هنحل مسائل كتير وانا انا عارف ممكن بعضكم ما يكونش فاهم ال ال الجزئيه اللي انا اتكلمت فيها لذلك 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 انا برضو هشرح مثال كمان ده انا كل ده انا بشرح امثله وانا حاطط اساسا اكزامبلز في الايه؟ في الـ في السلايدز في المحاضره في المحاضره وكذلك اسئله التشالنج تيست فانت هتخرج من المحاضره ايه؟ المفروض ان شاء الله باذن الله تعالى بيرفكت. طيب. آه بصوا يا شباب. اول حاجه انا عايز انبه عنها لو انا عندي اي بي 192 168.1.0 سلاس 26 تعرف تحط لي سلاس 26 دي؟ عباره عن 255 255 بيتين خمسة وخمسين ستة وعشرين عبارة عن واحدين صح؟ يعني واحد واحد انا هحول ده بس الايه الاوكتيت ده الباينري واحد واحد صفر 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 طب ده كلام جميل جدا طيب بصوا يا شباب آه، قاعدة 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 في اي في اي نتورك عشان تجيب الاي بي بتاعت النتورك الاي بي بتاعت البرودكاست قال لك ايه؟ قالك ايه؟ هي المفروض الاوكتيت ده مقابله كام؟ مقابله اهو الاوكتت ده في السب تاسك مقابله في الاوكتت بتاع بتاع الاي بي 8 اصفار صح؟ قال لك انا عشان انا عشان اجيب الاي بي مثلا بتاعت النتورك هنا يعني ده السيجمنت دي عايز اجيب الاي بي النتورك بتاعتها هنا قال لك البتس اللي قصاد الهوست البتس اللي قصاد الهوست في الاي بي صفروا فانت اي بي النتورك هيبقى 192 168 دوت واحد دوت كام انا هنا خمس اصفار صح؟ اما صفر الخمسه بيتس اللي في اللي فوق هنا اللي قصاد الخمس اصفار هنا في السابنت. تمام المفروض يديني زيرو وانا عندي زيروين كمان اصلا فانت المفروض ده كله بزيرو صح طيب تمام لو انا عايز اجيب البرودكاست عايز اجيب البرودكاست قال لك اعمل البيتس بتاعت الهوست اللي هي دي بقى اللي قصاد الخمس اصفار اعملها كلها وحيد تك 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 فهيديني كام المفروض هيديني 63 192 168

أهو <كشف> تمام تمان أصفار قصاده في السمت قصاده كام صفر المفروض هنا المفروض برضه يبقى هنا قصاده تمن أصفار في الإيه في الـ في الـ في الأي بي تمام طيب أنا يعني عشان أجيب الأي بي النتورك بعمل إيه أنا كاتبه أوريدي كده كده بس الصفر ده أنا كاتب هنا خمسة واضح يعني هنا ده أي بي جهاز فخمسة معناها إن أنا حطيت واحد عند الأربعة واحد عند الواحد ده واحد اتنين اربعة فمجموعهم اربعة واحد يبقى خمسة طيب عشان اجيب اي بي نتورك بتاعة البي سي ده قال لك قال لك دي قواعد بقى ايه السبنتنج قال لك انت عندك كام بيتس بالهوست هنا عندي تمانية طيب التمانية دول التمانية دول قصادهم التمانية بيتس اللي قصاد التمانية دول يعملهم كلهم تسبار عشان تجيب الايه الاي نتورك فانا هعملهم كلهم تصفار يعني ده واحد بقى صفر وده صفر زي ما هو وده واحد بقى صفر وده صفر زي ما هو 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 فيبقى 10 0 زيرو 0 سلاش 24 ده اي بي نتورك عشان اجيب الاي بي بتاعت البرودكاست بمنتهى البساطه دول كام بيت في ماسك زيرو دول عباره عن 8 8 بيتس. طيب ال بتس اللي في الاي بي المقابلين للثمانية بتس اللي في السبنت ماسك الزيروهات هات لهم وحايد فانا هقلب ده كله وحايد فهيديني كام بقى؟ هيديني المفروض الـ الـ البرودكاست هيديني 10.0.0.255 لذلك لذلك لو انا عندي اي بي في اوكتت رابع تعالى بقى في الحته دي تعالى في الحته دي الاوكتت الرابع شكله كده واحد زيرو اوكي طيب آه واحد زيرو 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 واحد زيرو أه ده كام كده اربعه تمام حلو قصاده في الصب ده الاوكتت الايه ده الاوكتت الفورث الاوكتت الرابع او ال هنا الفورث اوكتت في الايه في الاي بي اهو في الاي بي ركز معايا في الحته دي في الاي بي طيب ده قصاده في الصب ماسك مثلا اه ثلاث وحايد المفروض هنا ثلاث وحايد والمفروض انا قلت ده اوكتت رابع يعني ده قبليه كم اوكتت ثلاثه اكتت اوكتت فيهم 24 واحد وثلاثه يعني ده المفروض يكون سلاش 27 صح ولا لا صح ولا لا طيب ده كلام جميل جدا حلو تقدر تجيب لي عنوان النتورك عنوان النتورك اوكي اللي بالاي بي ده اوكي الاي بي ده انا جبت لك الاوكتت الرابع كتسهيلا عليك عنوان النتورك هنا بيقول لك ان انا همسك البيتس بتاعت الهوست اللي هي التسبار اللي بتثبت ماسك السبب <applause> ماسك هنا ايه زيروهات خمس زيروهات يبقى الخمسه بيتس المناظرين للخمس زيروهات دول ايه بيتس بتاعت الهوست صح؟ قال لك صفرهم فانا هيبقى هيتحول عندي الى واحد زيرو واحد صفر 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 تمام؟ حلو قوي كده طيب السبب ده ايه؟ ده الاكتوت الرابع في الايه؟ في الاي بي ده كده اي بي ايه؟ اي تمام كده؟ طيب والسب في ماسك ادي واحد 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 اوكي صفر 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 طيب ده كلام جميل جدا ده كلام جميل جدا طيب ده كده جبت ايه الاوكتت يعني انا كده حولت الاوكتت ده خليته بقى نتورك يعني انا دلوقتي جبت اي بي نتورك يعني مثلا لو انا مكتوب 10.0.0 دوت الليله دي كلها يعني هنا 128 و32 وكام؟ و2 اجمع بقى أشوف، اوكي okay. ده اي بي يعتبر ده اي بي جهاز فانا عايز اجيب الاي بي نتورك بتاعته ادي الاي بي نتورك بتاعته اهي انا كاتب لك الاوكتت الرابع بس عشان ايه اف 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 افهمك يعني انا دلوقتي لو اي جهاز سلاش 27 مثلا اوكي okay. وعايز اجيب الاي بي نتورك بتاعته فانا اكيد هثبت اول 24 بت يعني اكيد اول 24 اوكتت بتاع الجهاز هكتبهم الفكره في الاوكتت الرابع هكتب فيه ايه؟ واضح فعشان كده انا عزلت لك الاوكتت الرابع ده طيب لو انا عايز اجيب اي بي البرودكاست اي بي البرودكاست يبقى برضه الخمسة 5 بيتس اللي هنا دول هوست صح؟ لانهم مقابلين لخمسة تصبار في السبمت، اعملهم انت مره عملتهم زيروات عشان تجيب ايه؟ النتورك اعملهم مره بقى وحايد. ها. ها، واضح كده؟ اعملهم مره ايه؟ وحايد. فانت هيبقى عندك ال ال ال, ال ده مثلا ده اكتب ده اي بي نتورك، اوكي؟ طيب. طب عشان اجيب البرودكاست يبقى واحد 0 واحد صح ولا لا؟ وبعدين واحد واحد واحد. واحد 1 واحد. واحد 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 صفر 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 ده اي بي اي برودكاست اذا القاعده اللي احمد رافت عايز يثبتها في دماغك كذا و... كذا قاعده اول قاعده ان الاجهزة الاجهزة التي توجد في نفس النيتورك الاجهزة الموجودة في نفس النتورك لازم يتطابق فيها عدد البيتس الخاصه بالخاصة الخاصه بالنتورك يعني يعني ايه عدد البتس المخصصه للنتورك؟ يعني كان بقولك اي جه... اي اجهزه موجوده في نفس النتورك البيتس الموجوده في الاي بيهات الاجهزه دي لازم يكونوا متطابقين فيما يخص البتس المقابله الوحيد يعني لو انا عندي جهاز واخد سبعة 27 جهازين موجودين في النتورك سلاس 27 عشان يكونوا في نفس النتورك لازم اول 27 بت في كل جهاز يكون متطابق 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 يعني ليز نفس الشكل كده نفس الشكل بالباينري واضح طيب ده اول ايه حاجه طيب تاني حاجه عشان اجيب اي بي نتورك صفر بيتس الهوست صفر بيتس الهوست يعني ايه اصفر بيتس الهوست؟ يعني صفر البيتس المقابله المقابله للصفار في السبنت ماسك ده بيتس ده هوست بيتس اهو ده هوست بيتس تمام؟ ليه؟ لانه مقابل خمس صفار في السبنت ماسك طيب عشان اجيب اي بي برودكاست لجهاز او او لنتورك اعمل وحايد في في الهوست بيتس يعني ده هوست بيتس اهو اعمله مره صفار تجيب النتورك اعمله مره وحايد تجيب ايه تجيب البرودكاست طيب انا اتمنى يكون الموضوع ده مفهوم احنا كده كده يعني هناخد طرق آه لتثبيت المعلومه واكزامبلز ودنيا كده طيب احنا بقى ايه في الملاحظات بتاعتنا هنا آه

يعني كل الاجهزه الموجوده في نفس النتورك لازم يكون النتورك بيتس بتاعتها ايدنتيكال متطابقه واي اجهزه موجوده في نفس النتورك لازم يكون عندهم لازم يكون عندهم الدفرنت هوست بيتس برضو طيب ده كلام جميل جدا دي شويه بقى ايه ملحوظات يا رب ايه تكون ثبتت في دماغكم طيب احنا هناخد اول اكزامبل وهنحل بقى ايه انا يعني احنا عاملين استراتيجي بقى في حل ايه السب نتنج بحيث ان انا انظم لك تفكيرك بيقول لك ا كمباني هاز بوت 197.15.1.0/24 من الاي اس بي بلوك فروم ذا سيرفيس بروفايدر اوكي يعني اشترت بلوك ده الابيات من السيرفيس بروفايدر سيجمنت قسم دي بلوك سو ات كان فت ذا كمباني نيدز بيسد اون ذ نيمبر اوف نتوركس يعني انا دلوقتي عندي ده عدد نتوركس بيقول لك ايه ان انا آه عايز آه اثبت يعني انا عايز اقسم ان الاي ده لان ده بينفع لنتورك واحده بس، لا انا عايزه ينفع لكل النيتوركس الموجوده في الشركه، الشركه عندها كام نتورك؟ ادي واحد ادي اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، هي عندها ثمانيه ايه؟ عندها تمانية نتورك، طيب ده كلام جميل جدا. قله ايه؟ اول حاجه Convert the number convert the network number into binary bits اه هي المفروض هنا كام آه, اه ده المفروض هنا تسعة هو برضو انا هو حاسب النتورك برضو اللي رايحه ليه ال ال حاسب النتورك اللي رايحه ليه السيرفس بروفايدر فاحنا هنقول هنا تسعة مش 8 طيب بيقول لك convert the network number into binary bits حول التسعة لباينري فانا كده حولت التسعة لايه لباينري طب كلام جميل set the number of basic bits needed انا دلوقتي set the number of basic بتس نيدد النتورك انكريمنت فاليو يعني بيقول لك حدد انت عندك كم بت بيشغله التسعه انت عندك هنا كام بت اربعة بت اوكي مش هتقول لي 2 بت عشان في واحدين لا يا حبيبي من اول واحد عندك لحد الاخر اول واحد قبلك فين طيب يبقى الواحد ده مجموعه على البيتس اللي بعده قد ايه هتقول اربعة المفروض اربعة بت طيب add the number of the network increment value ده بقى بنسميه network انكريمنت فاليو and the number of the network increment value اللي هو 4 bits to the subnet slash form يبقى عندك ده سلاش 24 هتجمع عليه الأربعة هيديك سلاش 28 convert the subnet slash form into binary bits هنحول سلاش 8 سلاش 28 إلى سلاش 28 يعني عبارة عن إيه؟ يعني 255 يعني 8 وحيد 255 255 ها؟ واحد 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 صح ولا لأ؟ أه؟ اجمع إيه دول بقى شوف هيدو هيدو كام بالديسيمال اوكي طيب بيقول لك اه انا حولت دلوقتي ال 228 ال سلاش 28, 28 اهو لباينري بيقول لك فايند ذا سيجمنت انكريمنت فاليو ديسيمال نمبر ذات فيسز ذا لاست تيرند اون بيت يعني اوجد الانكريمنت اوجد السيجمنت انكريمنت فاليو هو انا مش هكتب مش ده هيتقسم سيجمنت يعني مثلا هيبقى دوت زيرو بعد كده ثاني سيجمنت دوت 64 الرقم اللي بيزيد ده انا دلوقتي عايز اجيب الرقم هيزيد قد ايه ده السيجمنت انكريمنت فاليو مش ال network increment value لا السيجمنت segment increment value decimal number that faces the last turn it on bit عشان تجيبه هات اخر رقم مقابل لاخر واحد في السلاش الواحد ده كم مقابل لكام؟ مقابل ل 16 فاذا ال segments عندي هتبقى دوت 0 دوت 16 دوت 32 وهكذا ده في الاوكتت الرابع يا شباب صح طيب. ولا لا؟ لان ده انا عندي هنا في اوكتت رابع طيب ذا the increment 2 the submitted the octet on the network IP يبقى انت عندك 197.15.1 زيرو تمام بعدين هجمع عليه 16 هيديني ايه السيجمنت اللي بعده بعدين هيديني السيجمنت اللي بعده وهكذا يبقى تلخيص احول التسعة بيتس اللي هو النيتورك نمبر احولها لباينري واشوف النيتورك انكريمنت فاليو انا عايز يعني النيتورك انكريمنت فاليو يعني عدد البيتس اللي تم اشغالها بوسط رقم تسعة اللي هو كام؟ اللي هو 4 بت هنجمع الأربعة بت على الـ 24 أو أو اللي بيسموه الـ, الـ سلاش بورم، هنجمع 24 زائد 4 دي سلاش 28، هنحول سلاش 28 دي إلى باينري، أوكي؟ ودايماً يعني ما تحولش في الـ 28 مثلاً، ما تحولش الـ 255 لوحيد، يعني أنت هتكتب 8 وحيد ليه؟ أعمل 255، أعمل 255، أعمل 255، 25. وووالأربع وحيد اللي في القطة الرابعة خليهم واحد عشان تعرف تجيب الإنكريمنت، الإنكريمنت ده المقابل للواحد ده. واضح؟ طيب فايند سيجمنت انكريمنت فاليو ده السيجمنت انكريمنت فاليو اللي هو 64 انا اسف اللي هو 16 المقابل للواحد ده uh, that faces the last دون on pit. ده اللي هو ال last دون on pet و add the increment to the submitted octet on the network IP 197 لود واجمع عليها بقى ايه ده اول segment ثاني segment ثالث segment وهكذا. طيب uh, انا عشان احل الموضوع ده بالتفصيل هنحل ازاي؟ فانا هنا عندي الاي بي اللي اشترته الشركه 197.15.1.0/24 uh, وقال لك ان انا بناء على عدد النتوركس اللي قدامي ان انا هعمل لها سبمت على uh, uh, 9 نتورك uh, طيب انا بس ايه يعني عايز اعمل بس تعديل بسيط آه لا 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 يعتبر آه لا تمام كده تمام مفيش تعديل هيحصل ولا حاجه طب نبدا نحل بقى ايه مسائل السبمتنج اول حاجه قال لك حول التسعه دي آه لباينري فانا هحول التسعه دي لباينري اعمل بقى السيجمنت بتاعتك المفروض اللي هي آه واحد اتنين اربعه تمانيه ستاشر آه اتنين وتلاتين 32 64 128 طيب حاول التسعه دي التسعه دي آه هاجي من الشمال لليمين اختار اكبر رقم لو طرحتهم التسعه ما يديش عدد سالب ال 16 وال 32 و 64 و 128 يتكنسلوا فتبقى هنا هنا اصفار تبقى هنا اصفار ال 8 معايا ال 4 مش معايا لان ال 8 ناقص 9 يبقى 1 ولا ال 2 معايا وال 1 معايا طيب ناتج تحويل التسعه كده كام؟ 1 0 0 1 انا كده استهلكت كام بت عشان احول التسعه؟ استهلكت كام بت؟ استهلكت 4 بتس صح ولا لا؟ طيب ده كلام جميل اجمع الفور بيتس دي فوق ال 24 فانت هتتحول ال 24 الى سلاش 28 صح ولا لا؟ طب سلاش 28 دي عباره عن كام؟ عباره عن 255 255 255 وبعدين 4 وحايد 1 1 1 1 0 0 0 0 اشمعنا 4 وحايد؟ لان سلاش 28 دي عباره عن 24 زائد 4 اوكي؟ فانت ال 24 دي لك اول 3 اوكتت ال 4 دول هيملولك نص الاوكتت الرابع طيب هات الرقم اللي قصاد ااا آه اخر واحد اخر واحد قصاده رقم كام؟ قصاده رقم 16 ابدا ابن السيجمنت بتاعتك 197 دوت 15 اه لا مش 16 دوت 15. 15.1.0 سلاش كام؟ سلاش 28 طيب السيجمنت اللي بعدها 197 دوت 15 مش عارف ليه بكتبها هنا 16 طيب 15.1 بوينت كام؟ اجمع بقى دي الانكريمنت يا شباب دي الانكريمنت او السيجمنت انكريمنت فاليو تمام؟ هجمع 16 اوكي طيب ده كام؟ سلاش 28 دي اول نتورك، ثاني نتورك اهي، ثالث نتورك 197.15.32 سلاش 28 اند سو اون افضل اجمع بقى الايه؟ 16 لحد ما هتوصل هتوصل لك... لكام آه... ل... للسيجمنت اللي هي 197.15.1.240 لان انا لو جمعت ال 16 على 240 هتديني 256 256 عباره عن 1 هتبقى عباره عن 2.0 فدي بقى, بقى ايه دي السيجمنت دي مش معايا دي مش هتنفع لان دي اوت ال... البلوك اللي انا ش... مشتريه واضح كده طيب ااا آه... هنغير بس ايه اللون دلوقتي بقى الافيلابل اي بيز هنا يعني هنا ده عنوان نتورك الافيلابل اي بي الاي بيات اللي اقدر اديها الاجهزه ها من كام لكام؟ هتبقى من 197 دوت 15 ده اقدر اديه للجهاز اديه الراوتر مثلا الى كام؟ الى 197 دوت 15 دوت كام؟ هتقول لي 15 هقول لك لا مش 15 تبقى 14 اشمعنى؟ لإن البرودكاست العنوان بتاعه 197.15.1. ما قبل سيجمنت يعني السيجمنت دي, دي البرودكاست بتاعتها ايه؟ هي اي بي السيجمنت اللي بعدها ناقص واحد يعني 16 ناقص واحد هتبقى ايه 15 ده البرودكاست طيب اما اجي اجيب الافيلابل اي بي في السيجمنت الثانيه 197.1 ها 16 زائد واحد هتبقى كام؟ 17 ده اي بي نتورك وده اي بي نتورك ما ينفعش ادي لي جهاز فبجمع عليه واحد عشان اجيب اول اي بي في الـ الافيلابل اي بي بتاعي طيب لحد كام 197 دوت 15 دوت 1 دوت كام دوت ها 30 حلو لان البرودكاست بتاعي عباره عن 197 دوت 15 دوت 1 دوت ها سيجمنت 2 البرودكاست بتاعتها هي اي بي سيجمنت 3 ناقص 1 اللي هو 31 واضح كده طيب

اجيب السيجمنتس بتاعتي هكذا هتعمل نفس الكلام ده على السيجمنتس الباقيه، طيب فاضل لي اعرف حاجتين انا دلوقتي عملت زودت اربع وحايد هنا في الساب ماسك، طيب يبقى انا دلوقتي عندي اربع وحايد قصادهم اربعه اكس فالاكسات دي ممكن تكون 0 0 0 0 1 يعني اهي الاكسات دي بقى بصوا عباره عن 0 0 0 0 او 0 0 0 1 صح؟ دي الاحتمالات اهي يبقى اه واحد زيرو اجمع كمان زيرو زيرو واحد واحد وبعدين زيرو, اه زيرو. اه لو جمعت هنا واحد لا تبقى هنا زيرو واحد زيرو زيرو وبعد كده تبقى زيرو واحد زيرو واحد وبعد كده تبقى زيرو واحد واحد وبعد كده زيرو واحد 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 وبعد كده شفتوا انا عمال ايه اجنريت الايه الاحتمالات بتاعتي دي عباره عن اول سيجمنت اللي هي 197 دوت 15 دوت 1 دوت 0 اوكي لان المفروض لان المفروض المفروض ان انا هنا كل يعني كل الاربع بتس دول اللي هم المقابلين الاربع وحيد دول وبعدهم اوريدي كده كده في ايه في اربع أصفار صح ولا لا تمام فده برضو اربع أصفار واللي تحته اربع أصفار تمام فانا لو جبت الاربعه دول على الاربعه دول عشان اجيب قيمه الاوكتت الرابع اللي هو هنا تمام فبالتالي فبالتالي ده هيبقى هيديني كام هيديني زيرو التوتال كله هيديني زيرو طب التوتال كله هيديني كام التوتال كله هيديني ده اللي هو كام ده كام مقابل لكام ل 16 صح مش ده النتورك اي بي بتاعت سيجمنت 2 صح ولا لا طب ده هيديني كام ها مش ده النتورك اي بي المقابل لسيجمنت 3 اللي هو ال 32 صح تمام عرفتوا الانكريمنت بتيجي منين انا ليه بقول لك اخر واحد مقابل ليك الرقم المقابل لاخر واحد اللي هو هنا فده اجيب الانكريمنت اللي هو 16 فاجمع ليه لان انا لما اجي ازود واحد ازود واحد فبزود واحد على الاوكت على, ال... على البت دي فالبت دي مقابله ل 16 فما اجي ازود تمام اما تيجي بقى تجمع اما ت... تزود واحد فانت هتعمل لك واحد هنا اما تيجي تجمع الدنيا دي كلها الاوكتت الرابع ده كله هيديك كام 16 اما تيجي تعمل نفس الكلام هنا شوف هيديك كام؟ هيديك 32، هتيجي تتبع دول كده، هيديك كام؟ هيديك 48 وهكذا. اوكي؟ طيب، انا عشان اجيب البرودكاست مثلا في السيجمنت رقم 2، البرودكاست بتاعتها كام؟ 31، صح ولا لا؟ طيب، فين سيجمنت 2؟ اللي هي السيجمنت دي، تمام؟ طيب، لو انا حولت، لو انا حولت ده وحايد ها؟ هو خلي بالكو الاوكتتس دي الاوكتتس الرابعة اللي هي فين اللي انا هنا بكتب الاوكتت الرابع بس في الاي بي مش الصمت تمام طيب لو انا حولت ده كله واحد لان انا قلت لك البودكاست هو عبارة عن ان انا بترن اون كل البيتس بتاعت الهوست فانا عندي اربعة بيتس الهوست اعملهم ترن اون فهيبقى واحد زائد اتنين زائد اربعة اربعة زائد تمانية زائد ستاشر هيديني فعلا واحد وتلاتين لو انت جمعتهم على الالة اوكي؟ فده هيبقى البرودكاست بتاع سيجمنت 2 هيبقى 31، واضح كده؟ عشان كده احنا جبنا ايه؟ ال 31، بدأت الدنيا تجمع معاكم يا جماعه، بدأت الدنيا تجمع معاكم، هي ال... دي 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 ال... ال... اه الماجيك افكت بتاعت الايه؟ بتاعت السبريتنج، طيب. أتمنى يكون الموضوع مفهوم. اه... فبالتالي بقى ده انا عامل لك هنا الجدول بتاعت السيجمنتس بتاعتك اول سيجمنت ادي واحد آآ واحد آآ زيرو البرودكاست واحد خمستاشر نتورك اي بي يعني دي اول نتورك اي بي، ثاني نتورك اي بي، ثالث نتورك اي بي، رابع وهكذا الى الى حد ميتين ميتين واربعين فجايب لك هنا البرودكاست الكل نتورك جايب لك الفيرست افيلابل اي بي وجايب لك اللاست اي بي طيب انا في حاجه كمان عايز اقولها لو انا عايز لو انا مثلا عايز اجيب انا هقدر اعمل كام نتورك بالسلاش 28 بمنتهى البساطه انت ضفت اربع وحايد صح تمام فانت اتنين اس ان حيث ان هي عدد الوحايد اللي انت ضفتها يعني 2 اس 4 هيديك كام؟ هيديك 16 نتورك، يعني انا قدرت اسيجمنت النتورك ال 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 اي بي ده بحيث انه يقدر يدي 16 نتورك، طيب طب لو انا عايز اجيب عدد الهوستس الموجوده في كل في كل سيجمنت من دول عدد ال... يعني من الاخر عدد الافيلابل اي بيز الموجوده في كل سيجمنت فبقول ايه؟ 2 اس عدد البتس عدد الهوست بتاعت البتس انا عندي اربع اسبار انا عندي اربع بيتس في الاي بي هنا مقابلين لكام لصفار في السبنت ماسك يعني دول بيعبروا عن ايه عن هوست يعني لو فرضتها ان هي اكس يبقى 2 اس اكس ماينس 2 تمام كده يعني انا هنا الاكس هنا بكام ب 4 يعني عباره عن 16 ناقص 2 هيساوي كام 14 آه هيساوي 14 يعني عندي 14 افيلابل اي بي طب انا اشمعنى طرحت الاثنين دي لان انا كل سيجمنت كل سيجمنت المفروض هي هتديني 16 16 اي اي بي ولكن ما ينفعش ادي الجهاز النتورك اي بي ولا ينفع ادي الجهاز البرودكاست اي بي فعشان كده طرحت ايه من 2 طرحت 16 ناقص 2 لان الاثنين دي عباره عن الاي بي بتاع النتورك ده رايح للنتورك اي بي واي بي رايح للبرودكاست اي بي فمش هينفع ادي ايه لبي سيز طيب تعالوا بقى ايه نحل امثله اه oh, دي بقى سبميتنج بيزد اون نتورك نمبر هنا بيقول لك تو كالكوليت ذا نمبر اوف توتال سيجمنتس اوف افيلابل هوستس اي بيز ذا نمبر اوف سيجمنتس وير ان ذا نتورك انكريمنت فاليو لان انا قلت لك ان النتورك انكريمنت فاليو مثلا التسعه خدت كام بت؟ خدت 4 بت فده النتورك انكريمنت فاليو يبقى 2 اس 4 هيديك 16 طب النمبر اوف افيلابل هوستس 2 اس اكس ماينس 2 وير اكس از ذا نمبر اوف زيرو بيتس فاوند ان سبليت ماسك يعني انت عندك في السبنت ماسك في كام زيرو في مثلا خمس زيروهات فانت عندك الخمس زيروهات دول هيعملوا هيقابلهم خمسة إكس في الآي بي الخمسة إكس دول ايه بتوع الهوست فانت اتنين أُس عدد الزيروهات عندك كام اتنين أُس عدد الزيروهات بتاعتك اللي هي خمسة ماينس تو يعني 32 ناقص 2 هيبقى 30 اوكي طيب لو انا عايز اجيب عدد النتورك الـ ال 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 يبقى 2 اس عدد الوحيد اللي انا ضفتها انا ضفت عدد الوحيد كام مثلا 3 وحيد يبقى 2 اس 8 هيديني 8 نتورك وهكذا وهكذا أه بصوا بقى دي شويه ايه اكزامبلز أه هنحلها مع بعض بيقول لك يا سيدي في شركه اشترت اي بي 173.15.0.0/16 public IP block from the service provider segment this block so it can fit the, the company needs based on their net number of network which equals to 15. Uh, شركه اشترت البلوك ده وعايزه تقسمه على uh, ال networks بتاعتها اللي هي 15 network. وهي خلي بالك ان هو مديك هنا سلاس 16. طيب هو كام؟ هو 173.15.0 طيب تمام ده كلام جميل جدا. Uh, عندك اهو 173. 15.0.0 سلاش كام سلاش 16 اه اه 1915 تمام وهيقسمها وعدد نمبر اوف نتوركس 15 نتوركس اللي هو هيعمل عليهم ايه e سب طيب حول ال 15 دي فانت هتبقى عندك هنا 1 2 4 8 16 32 64 128 نحول ال 15 ال 15 من الاخر هي قبل البوزيشن نمبر ال 16 بواحد صح؟ يبقى هي عباره عن اربع وحايد كل الوحيد اللي قبل البوزيشن نمبر اللي هو ال 16 لو انا جيت قلت لك 31 فال 31 هي عباره عن عدد مجموع وحيد اللي قبل البوزيشن نمبر بتاع 32 واضح وهكذا طيب دي ال 15 انا استهلكت كام بت عشان احول ال 15 لباينري استهلكت 4 بت واضح فده النتورك انكريمنت ده النتورك انكريمنت فاليو تمام كده طيب ده كلام جميل جدا هزود النتورك انكريمنت فاليو اللي هو ال 4 على السلاش بتاعتي يبقى انا عندي سلاش كام سلاش 20 صح ولا لا طب ده كلام جميل جدا يعني الفورمه بتاعتي 255 255 ها إيه سلاش 20 دي يعني 1 1 1 1 ها 0 اربع اصفار وبعدين 8 اصفار في الاوكتت الرابع طيب ده كلام جميل جدا نبدا نعمل ايه السيجمنتس بتاعتنا خلي بالك هتختار لازم تدور على الفاليو السيجمنت انكريمنت فاليو اللي هو الرقم المقابل ل آه الرقم المقابل لاخر واحد ده الرقم المقابل لكام 16 صح ولا لا طب ده كلام جميل جدا فابدا اعمل السيجمنتس بتاعتي 137 دوت 15 دوت 0 دوت 0 سلاش كام سلاش 20 طيب ده كلام جميل السيجمنت دي اول سيجمنت السيجمنت اللي بعدها 173 هنا 173.15 انا هجمع كام في هنا 16 صح؟ في الأني اوكتت؟ في الاوكتت الثالث مش الرابع يبقى هنا 16.0 سلاش 20 السيجمنت الثالثه 137.15 دوت دوت 32 بقى هنا دوت 0 سلاش 20 طيب وهكذا بقى طيب الافيلابل اي بيز الافيلابل اي بيز ها 173 .15 .0.0 لا دوت .0.1 بقى الى كام؟ الى كام؟ المفروض ما قبل ده ب2 هو انا مش دايما بقول لك البرودكاست بتاع سيجمنت 1 هو الاي بي بتاع سيجمنت 2 ناقص 1 يبقى اذا اخر افيلابل اي بي اللي هو قبل البرودكاست على طول لسيجمنت 1 هو عباره عن اي بي سيجمنت 2 ناقص 2 تمام؟ يبقى عباره عن 173.15 .16 لا هنا بقى دوت 15 دوت 200 ااا ده اخر افيلابل اي بي والسب والبرودكاست بتاعت سيجمنت سيجمنت 1 ايه بقى؟ البرودكاست بتاعتها هتبقى عباره عن 137 دوت 15 دوت 15 دوت 255 لان انا لو جمعت واحد هنا فالواحد على 255 يعمل 256 يعني تبقى هنا صفر وهجمع هنا واحد هتبقى هنا 16 اوكي طيب انا ه... يعني هعيد الحل ده تاني هعيد الحل ده تاني تعالوا احنا عندنا السيجمنت الاولانيه اللي هي 15.0.0/20 اوكي طيب ف ال آ... نغير بس الايه اللون تمام فالافيلابل اي بي هنا

سيجمنت 2 عباره عن 173.15.16.0 سلاش 20 صح ولا لا؟ طيب انا الافيلا يعني انا هتكلم الاول على البرودكاست، البرودكاست بتاعت سيجمنت 1 دي انا جبتها ازاي؟ طرحت ال 16 دي ناقص واحد فال 16 ناقص واحد هتديني 15.255 واضح؟ ازاي؟ بصوا يا شباب 0 دي اخرها كام؟ 255 هو انت لو اما كان عندك 20 وهتطرح منها وال20 دي هتطرح منها واحد فبيقول لك ايه؟ الزيرو دي هقلبها هقلبها الى كام؟ هقلبها الى ها؟ الى 10 صح؟ و10 ناقص واحد هيديك كام؟ هيديك 9 والاثنين دي هتبقى واحد فهيديك هنا ايه؟ 19 فانا برضه اما اطرح هنا واحد فالزيرو دي هتستلف واحد من ال 16 فال 16 تبقى 15 تمام كده؟ اوكي طيب فالزيرو دي بس مش هتستلب بقى ايه هتبقى مش هتبقى تسعه زي ما انت ش... زي مش هتبقى 10 هنا لا هي هتبقى اخر رقم في, في الاوكتت يعني انا هنا قلت لك ليه 10؟ لان 10 هي اخر رقم في العد هنا فانت هنا هتبقى 205 256 اخر رقم عندك هنا في العد 256 ف 256 ناقص واحد هيديك كام؟ هيديك 255 وال 15 هنا هتنزل زي ما هي صح؟ فانا دي ناتج طرح ايه؟ ال, ال, ال 16.0 اما اطرح منها واحد هتديني 15.255 دي طريقه عشان اجيب بيها ايه؟ البرودكاست بتاعت ايه؟ السيجمنت السيجمنت ال الاولانيه في طريقه ثانيه اه في طريقه ثانيه يا راجل ده انا لسه شارحها لك قلت لك ايه؟ ال 173 دي اوكي؟ دوت 15. دوت اوكي؟ دوت ااا آه زيرو دوت زيرو سلاش 20 تقدر تحط لي السبمت 255 و255 هنا وايه بقى اربع وحايد وكم صفر اهو وبعدين تمام تصفر تمام حلو عشان اجيب البرودكاست لاي سيجمنت بعمل ايه الهوست بتاعه البيتس البيتس بتاعه الهوست بحولها كلها لايه لوحايد صح ولا لا صح ولا لا فانا اجي اعمل دي هنا هنا بقى بصوا البيتزا بتاعت الوسط احنا هنحولها لوحيد يبقى اول اربع اصفار دي ماليش دعوه بيهم لان هم مقابلين الاربع وحيد واحول اخر اربع اخر اربع اصفار احولهم لاربع وحيد في الاكتت الثالث اللي هو ده كده خلص الاكتت الثالث وبعدين احول وحايد في الاكتت الايه في الأكتة الايه الاكتت الرابع فده هيديني كام؟ فاكر؟ ده وحايد متتاليه قبل البوزيشن نمبر اللي هو كام؟ 16 صح فده الاوكتيت الثالث ده هيديني 15 صح وده كل واحد هيبقى المفروض 255 صح يبقى انا كده جبت البرودكاست ولا لا فعشان كده انا بقولك لك البرودكاست هي اني احول كل الهوست بيتس في الاي بي الى واحد ها فانا مثلا انا عايز اجيب هنا البرودكاست ده 16.0 صح ثلاثة دوت 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 0 انا عايز اجيب البرودكاست بتاعتها فهعمل ايه هعمل ايه ثاني ال16 دي عباره عن كام اصلا بالباينري احولها كده بالباينري عشان تبقى الدنيا ايه واضحه احول ال16 دي بالباينري هتبقى عباره ال128 ماشي معايا ولا 64 معايا ولا 32 معايا الواحد معايا. معايا بتاعت ال16 وبعد كده بعدين اربع اصفار وبعدين ثمان اصفار في الايه في الاوكتت الرابع اوكي طيب قصادهم آه السلاش 20 دي هتبقى انا عندي هنا عندي 1 1 1 1 صح ولا لا ده كل ده ايه ده ال الاربعة بيتس دول خاصين بنتورك صح طيب عشان اجيب البرودكاست احول دول لايه لوحايد لان دول خاصين بهوست صح ولا لا طيب اما احولهم لوحايد ده هيبقى 255 صح لان ده هيبقى ايه 8 وحايد وده هيبقى اربعة وحايد اربعة وحايد واحد كمان خمس وحايد متتاليه يبقى عباره عن البوزيشن نمبر اللي هو ال 32 ناقص واحد صح يبقى الـ الـ البرودكاست يبقى ال الثالثة التالتة دي عبارة عن 31 والاوكتة الرابعة دي ايه 255 يبقى البرودكاست بتاعة السيجمنت 2 عبارة عن 31 دوت 255 دوت ايه 255 دي الطريقة اللي انا شخصيا بجيب بها البرودكاست انت كواحد ممكن لو يعني الطريقة دي لو ملخبطاك لا يبقى قول بقى يبقى عشان تجيب البرودكاست بتاعة الايه السيجمنت دي هات السيجمنت اللي بعدها اللي هي 15320 دوت دوت سلاش 20 واطرحها اطرح منها واحد فيبقى البرودكاست بتاعت السيجمنت دي عباره عن 173.15.31.255 دوت دوت اه دوت ايا كان اعمل اللي يعجبك حل بالطريقه اللي تعجبك بس انا بشرح الطريقه يعني بقول بالطريقه الثانيه ان انا احول الهوست بيتس الى وحايد دي عشان افهمك السبتنج ده يعني اساسه ايه؟ يعني بيتعمل ليه؟ والانكمنت ده جه منين؟ واضح كده؟ فدي شويه حاجات بيهايند ذا سين انا بحب اعرفها لك أه طيب احنا كده ايه يعتبر حلينا المثال الـ الـ الاول هنشوف بقى ايه المثال أه اللي بعده قالك يا سيدي 11.0.0.0 اه او مش... لا 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 زيرو سلاش اه على عدد النت اللي هي عندي 148 طيب نبدا نحل سلاش uh, 8 اوكي okay. فانا عندي عدد النتوركس كام قال لك 148 نتورك حول 1 2 4 uh, 8 32 uh, 64 128 بصوا يا شباب طريقه سهله انا محتاج اجيب ايه اجيب النتورك انكريمنت فاليو انا محتاج اجيب النتورك انكريمنت فاليو يعني عدد البيتس اللي هجمعها على ال 8 صح فبدل ما اقعد احول اسال نفسك ال148 دي هاخد من اول كام هل هينفع اخد 256 هتقولي لا هتديني هتديني سالب طب ينفع اخد ال128 اه ينفع اخد ال128 المفروض اه يبقى انت عندك كده خدت كام بت عشان تحول ال148 ها بدأت بدأت توضح انت خدت كام عشان تقدر تحول 148 خدت 8 بت فانت اجمع ال 8 بت على على ال 8 سلاش 8 اللي عندك فيديك كام 11.0.0.0 سلاش كام؟ سلاش 16 دي السيجمنتس دي السيجمنتس اللي ايه اللي هي معاك فانت بقى ايه خلاص انت هتبدا تجمع السيجمنتس دي بس لل16 دي سيجمنت يعني اصابه سهله جدا بقى انت عندك اول سيجمنت 11.0.0.03 16 ثاني سيجمنت 11.0.ه دوت كام بقى الانكرمنت مع ان دي 16 سهله المفروض طب انت المفروض بقى الانكرمنت هنا كام وفي انهي اوكتيت الانكريمنت المفروض هيكون واحد لان انت هتقول 255 255 صح فانت عندك اخر واحد في ال... في الاوكت وبعدين زيرو زيرو طب انت عندك اخر واحد في الاوكت ده مقابل اخر واحد في البيتس هنا مقابل لايه لو... لواحد فوقه صح في الاوكت الثاني فانا هضيف ايه بقى المفروض هضيف ايه هضيف واحد اضيف آه... واحد هنا يبقى أنا واحد دوت 0.0 زيرو :16 زيرو. وبعدين بقى تبدا تعمل دوت 2 دوت 3 طيب اه ده او دوت 2 2 دي يعني هي عباره عن 11.2.0.0 البرودكاست بتاعتها ايه يبقى البرودكاست بتاعتها عباره عن 11.82.255.255 دوت دوت لان دوت يعني هي عباره عن 11.3.0.0 1 اه طيب اه نشوف بقى ايه الاكزامبل 3 اه أه بيقول لك عندي برضو IP 193.0.0.0.24 أه عايز يقسمها على 4 أه أه networks طيب نبدأ بقى ايه نحل ادي 193 والسؤال ده انا حطيته عشان اوضح لك حاجة انا جيت قلت لك عشان تحول انت دلوقتي عندك ايه فور نتوركس انا قلت لك عشان تيجي تعمل السيجمنتس بتاعتك حول نمبر اوف نتوركس عندك عشان تجيب الايه النيتورك انكريمنت فاليو كام بت وهتجمع البيتس دي على ال 24 وتبدا تعمل السيجمنتس بتاعتك بس هنا في استثناء لو جاب لك عدد النتوركس اي حاجه من واحد او اثنين او اربعه او ثمانيه اند سو اون اي حاجه بوزيشن نمبر لا النتورك انكريمنت النيتورك انكريمنت فاليو مش هيبقى عباره عن انك تحول الرقم لان ده بوزيشن نمبر مش هتحوله لباينري وتشوف هو خد كام بت لا اسال نفسك 2 اس كام 2 اس اكس هيدينا 4 يبقى 2 اس 2 هيديني 4 خد الاثنين دي وهي دي بتبقى الانكريمنت النتورك انكريمنت فاليو بتاعتك Uh, وهتعرفوا ليه انا يعني ايه هنعمل بنعمل الخطوه دي فانا هيبقى عندي هيتقلب الى إيه سلاس 26 سلاس 26 يعني 255 255 255 وعندي ايه بقى؟ 1 1 و ست اصفار فالواحد ده مقابل لكام؟ الواحد ده مقابل ل 64 بده ال... يعتبر ال سيجمنت انكريمنت فاليو بتاعتي فانت هيبقى عندك السيجمنتس بتاعتك 193.0.0.0 سلاس 26 ده اول سيجمنت

هتبقى 2 اس عدد الوحايد يعني 2 اس 2 هتديني 4 طب النمبر اوف افيلبل هوستس 2 اس 6 اللي هو 2 اس عدد السبار او عدد البيتس بتاعه الهوست 2 اس 6 ماينس 2 اوكي فده هيديني كام بقى ده هيديني أه 62 لان يعني 2 اس 6 ب 64 ناقص 2 62. 62 طيب ال البرودكاست هنا كام؟ يبقى عباره عن 193 بالسيجمنت الاولانيه دوت زيرو دوت زيرو دوت كام؟ السيجمنت 2 ناقص 1 63 طيب لو انا عايز اجيب بطريقه ثانيه البرودكاست مثلا بس السيجمنت 2 سيجمنت 2 عباره عن 193 دوت زيرو دوت زيرو وتحويله ال 64 للباينري عباره عن زيرو واحد ها ست صفار وقصادها في ال... في ال... في السبنت ماسك واحدين برده ست صفار آه. قال لك ايه بقى احمد رأفت قال لك ايه حول البيتس بتاعت الهوست الى الى الى, إلى وحيد عشان تجيب البرودكاست فيبقى عندك هنا ست وحايد والواحد ده هيطلع فوق هيبقى واحد والصفر هيطلع فوق هيبقى صفر طب ده تحويله كام؟ ده ده برودكاست بقى ده تحويله كام في الاوكتيت الرابع ده هيساوي كام وحيد متتاليه قبل البوزيشن نمبر 128 يعني هيساوي البوزيشن نمبر 128 ناقص 1 يعني هيساوي 127 فانت عندك البرودكاست هنا هتبقى كام 193 دوت 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 ها 127 وهي فعلا اللي هي 128 ناقص 1 فدي الايه القصه طب انا ليه ما حلتش بالطريقه المعتاده ليه انا عملت استثناء هنا يعني مثلا جاب لك 8 يبقى اقول 2 اس كام يقول يجيب لك 8 يبقى 2 اس 3 لان انا لو جيت حولت الاربعه الى باينري فهتبقى 4 0 0 اوكي طيب انا دلوقتي عندي كام بت 3 بت فانا هجمع ال 3 بت على ال 24 هيديني سلاش كام هيديني سلاش 27 صح ولا لا طب ال سلاش 27 دي ال سلاش 27 دي عشان احولها هتبقى 255 255 255 ايه 1 1 1 اوكي وبعدين خمس اصفار الواحد ده مقابل لكام؟ الواحد ده مقابل ل 32 طيب عدد النتوركس الافيلبل هنا كام؟ هيبقى 2 اس 3 يديني ايه؟ 8 نتورك صح؟ طيب عدد الهوست هيبقى 2 اس 5 32 ناقص 2 يعني هيديني 30 هوست صح ولا لا؟ طيب فالتقسيمه لو انا عملت بالطريقه المعتاده فانا هيديني 8 نتورك مش 4 واضح هتقولي طب ايه المشكلة؟ هقولك لأ انا هو طالما قالك أربعة اعمل سيجمنت على الأربعة بالظبط لكن طالما مثلا قالك حاجة ما بين الأربعة والتمانية يعني قال لك مثلا عايز أعملها على ستة فأنت أوريدي ما تيجي تحل بالطريقة بتاعتنا هتلاقي نفسك بتسيجمنت على تمانية طب لو حاجة ما بين التمانية والستاشر فأنت هتلاقي نفسك بتسيجمنت على ستاشر نتورك طب لو حاجة ما بين الستاشر واتنين 32 هتلاقي نفسك لما تيجي يعني مثلا إداك بين الستاشر واتنين يعني مثلا قال أنا عايز أسيجمنت على خمسة وعشرين نتورك هتلاقي نفسك بتعمل سيجمنتس على اتنين نتورك أوكي يعني هتعمل بتاعتك التقسيمة هتديك 32 واضح؟ لكن لو قال لك 8 16 32 انا عايز أ... يعني عايز اعمل سيجمنتس بالظبط على 4 8 16 32 لا فانا عايز التقسيمه بتاعتي تبقى واقفه عليها بالظبط لأن هي يعني إيه تبقى واقف عليها بالظبط، لكن لو داك رقم ما بين بوزيشن نمبر وبوزيشن نمبر، هيديك السيجمنتس عدد السيجمنتس التوتال اللي هتطلع معاك هتبقى البوزيشن نمبر الكبير، يعني رقم واقف ما بين الأربعة وثمانية فأنت ما تيجي تعمل سبليتنج بتاعتك هتقول 2 أس عدد الـ الـ الوحيد اللي ضفتها هتلاقي نفسك بتعمل 8 سيجمنت، طب ما بين 8 و16 هتلاقي نفسك بتعمل 16 سيجمنت وهكذا. لكن هو طلب مني إيه؟ أربعة بالظبط. 8 بالظبط فانت هتعمل السيجمنتس بتاعتك على 4 بالظبط واضح كده فدي الاستثناء في القاعده بتاعتنا نشوف نمسح كل بقى الايه الكلام ده كنترول اي اه هنا مش مش هتنفع طب اوكي مش مشكله المثال اللي بعده 13.0.0.0/8 9485 نتورك طيب احنا مش هنخاف احنا ما بنخافش يبقى هتجيب لنا هنا اهي 13 دوت 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 سلاش كام 8 وانا عندي 9485 نتورك عشان احولها الى باينري ما تحولهاش لباينري اسال نفسك انا 9485 دي هبدا احول من اول كام؟ هبدا احط واحد تحت ايه؟ اما تيجي تجربها هتلاقيها من 8192 هتحط واحد تبدا تطرح وهكذا طب انا خدت كام بيت بقى؟ البيزي بيتس بتاعتي كام؟

Uh, uh, 4096 uh, 8192 فانا التوتال كده عندي كام بت؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 بت فانا محتاج 14 بت عشان احول ال 9485 وده اللي هيبقى النتورك انكريمنت فاليو بتاعي ف آه هجمع ال 14 على ال 8 فهيديني آه سلاش كام؟ هيديني سلاش 22 طب عشان احول سلاش 22 الى ديسيمال Uh, الى باينري فيبقى 255 255 uh, وهحول بقى هنا هيبقى 1 1 1 1 1 1 لان ال 22 دي عباره عن 16 ومليت بيهم اول 2 اوكتتس بلس اي بلس 6 وال 6 دي اتحط في ايه 3 اوكتت ادي 6 اصفار اهو صفرين وبعدين الاوكتت الرابع هكتبه بالدسم العادي صفر عادي لان هو عباره عن 8 اصفار طيب الانكريمنت هنا عندي كام؟ اول سيجمنت انكريمنت فاليو عندي كام؟ هنا كام؟ ادي 1 ده 2 هنا يبقى كام؟ 4 فالانكريمنت عندي 4 في الاوتت الثالث فاول سيجمنت عندي 13.0.0.0 سلاش 22 ثاني سيجمنت 13.0. كام؟ اجمع الاربعه على الثالث اهو مش مش الاوتت الرابع تمام 0 سلاش 22 وهكذا طيب انا عشان انا عايز اجيب الانكريمنت ايه عايز اجيب البرودكاست مثلا بتاعت ايه 13 السيجمنت 2 13.0.4.0 اوكي هي المفروض بعدها كام 13.0.8.0 22 عايز اجيب البرودكاست هنا وعايز اجيب الافيلابول مثلا نتوركس هنا عشان اجيب البرودكاست في السيجمنت 2 عندي طريقتين ال 8 ناقص 1 يعني الاي بي ده ناقص 1 فالبرودكاست المفروض هتديني كام 13.0.7.255 طيب عشان اجيبها بالطريقه الثانيه اللي انت هتعمل ايه بقى عندك 13.0. ها 000 00 100 اه تمام وبعدين 0 0 0 0 0 0 0 0 انا حولت في السيجمنت 2 ال... الاوكتت الثالث والرابع الى باينري تمام طيب قصادهم كام قصادهم 6 و1 أه. صفرين وهنا ثمان اصفار تمام <applause> <applause> طيب عشان اجيب البرودكاست اعمل ايه؟ انا عندي كام بيتس أنا عندي كام زيرو في السبنت؟ عندي سته يبقى قصادهم سته بيتس في الهوست حول السته بيتس في الهوست الى وحايد. دوت واحد واحد طيب يبقى ده هيبقى 255 صح؟ والواحدين دول هيتجمعوا على الواحد ده تلات وحايد ورا بعض قبل البوزيشن نمبر اللي هو 8 يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سبعة واضح كده يبقى عبارة عن 13.0.7.255 اللي هو ده طيب أنا عشان أجيب آي بي هنا يبقى عبارة عن 13.0.0.1 دوت واحد إلى كام إلى تلتاشر دوت زيرو دوت ها دوت بقى دوت 3.254 عبارة عن ده ناقص اتنين طيب تلتاشر دوت ناقص واحد أصلاً بكام؟ يبقى 13.0.3.255 دوت أنا منها واحد كمان يبقى 13.0.3.254 ده اخر افيلابل اي بي في السيجمنت الاولانيه طيب آه ده الحل بتاع المساله الاخيره آه. آه. ال Subnetting based on host number ما فيهوش اي اختلاف فقط 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 هنعمل ايه بقى؟ هو قال لك مثلا في المثال الاولاني 13 173.15.0.0 وعايز يعملها على 156 هوست هو معناها ايه؟ هو قال لك عندي اي بي 173.15.0.0 سلاش كام؟ المفروض ده سلاش 16 ده كلاس بي اه سلاش 16 وعندي 100 كام؟ آه اه عندي 156 هوست 156 هوست طيب هو بمنتهى البساطه قال لك ان انا عايز اعمل اي عايز اعمل ايه عندي اي بي نتورك فانا عايز اعمل له سيجمنتس اوكي عايز اعمل له سيجمنتس بحيث ان كل سيجمنت على الاقل تاخد 156 هوست يعني على الاقل تاخد ايه 156 هوست بدل ما بيقول ان انا عايز اسيجمنت او اقسم الشريحه دي لعدد من الشرايح لا هو بيقولك انا عايز اقسمها لعدد معين من الشرايح بس بحيث كل شريحه تاخد 156 هوست طب هعمل ايه؟ نفس الطريقه هحول 156 لباينري واحد اتنين تلاته واحد اتنين اربعه تمانيه 16 32 64 128 فانا ال 156 هاخد من اول ال 128 اشوف هو خدوا كام بيتس مش محتاج احول الباقي خدوا كام بيتس الـ 156 ال 156 خدت كام بيتس خدت ست آه, 8 بتس آه, طالما هي خدت 8 آه, بتس فاللي هعمله ان انا هكتب السبنت بتاعتي اوكي بس وانا بكتب السبنتس بتاعتي هقولك بقى تعمل ايه يعني انا دلوقتي كنت بقولك اجمع على ايه السلاش لا انت دلوقتي هتعمل حاجه مختلفه انت دلوقتي هتحط انت محتاج كام بت في الهوست لان انت حولت ال الميس خدت 8 هو 8 بتس فانت اكتب 8 تصفار من اليمين للشمال اوكي ادي 8 اصفار والباقي كله انا كده ايه خدت ال ال ال, ال... 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 ايه خد... كده خدت البيتس الخاصه بتحويل ال 156 وبعدين الباقي كله ايه الباقي كل... كله كله بتد 55 او واحد يعني فانت هتلاقي نفسك نطيت من 173 دوت 15 دوت 0 0 16 هتلاقي 16. 16. 16 دي زادت الى كام سلاش 24 ابدا اعمل السيجمنتس بتاعتك اهو 0 0 سلاش 24 تاني سيجمنت هتبقى ايه 15 دوت واحد آه 15 دوت اثنين وهكذا انت بالبرودكاست مثلا بتاع دي كام يبقى 173 دوت 15 دوت آه آه 0.255 هنا برودكاست هنا 1.255 وهكذا فدي التحويله بتاعه يعني الشغل على الهوست نمبر احنا هناخد امثله تانية عشان نفهم الموضوع ده بالتفصيل بايه بيتحل ازاي طيب انا دلوقتي عندي 11.000/8 وهعمل 148 هوست انا عايز احط عايز اعمله سيجمنت بحيث ان كل سيجمنت uh, تاخد 148 هوست طيب نفس الكلام انا يعني المثال ده بسيط جدا برضو 148 دي هحتاج عشان احولها كامبت يعني عشان احولها الباينري هاخد كام بت؟ هاخد 8 بت، واضح كده؟ يعني انا عندي هحط اول 8 اصفار هنا لان دول 8 بت، عوض عنهم ب 8 اصفار بالاكتت الرابع في السبنت، وبعدين ابدا حط الوحايد بتاعتك من يمين للشمال، واضح كده؟ فانت ده هيديك كام؟ ده هيديك سلاش 24، فانت ده هيبقى 11.00 سلاش 24 ده اول سيجمنت، ثاني سيجمنت 11.00.1 سلاش 24 وهكذا، فانت المثال ده سهل جدا برضه، طيب نخش على المثال الثالث 193.00 سلاش 24 انا عايز اعمل لها اعملها سيجمنتس على 20 هوست هنا بقى ده هنحتاج نفكر فيه شويه أه ااا هو قال لك كام 193.0.0.0 طيب ااا أه هنا 193.0.0.0/24 وانا عندي 20 هوست طيب عشان احول ال 20 هوست هبدا من اول كام المفروض تقول لي من اول 16 يعني انا لو جيت عملت 1 2 ااا 4 8 16 انا هدي هدي اول واحد من كام من اول ال 16 يبقى انا مش محتاج احول الباقي بقى انا كده خدت كام بت ادي بيت. ادي بت ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 يبقى انا كده خدت 5 بت حط بقى في السب ماسك بتاعتك دي الجديده هت... اول 5 بت في السب ماسك الجديده المفروض اللي هو يعني اخر 5 بت في السب ماسك الجديده هتكون ايه اصفار س... ادي 5 اصفار وبعدين وحيد كمل باقي وحيد أنا خمسة في الاوكتت الرابع يبقى ثلاثة في الاوكتت الرابع وبعدين وحايد كلها في الاوكتت الثالث وكذلك الاوكتت الثاني ولذلك انا بكتبهم بالديسيمال اهو طيب الانكرمنت هنا كام الانكرمنت هنا كام نفس الخطوات بص نفس كل حاجة الانكرمنت هنا 32 اعمل السيجمنتس بتاعتك 193 دوت, دوت زيرو دوت زيرو دوت زيرو ده ده المفروض سلاش كام يا شباب ده المفروض سلاش آه 27 اوكي ده أول سيجمنت ثاني سيجمنت 193 0.32 على سلاسل 27 وهكذا وابدأ اعمل ايه السيجمنتس بتاعتك ونفس الطريقه ونفس كل حاجه. اه اوكي اه المثال الرابع بيقول لك برضه 13.0.8 بس على 15 هوست انا عايز اعمل على 15 هوست 15 هوست يعني هبدأ اخد من اول كام؟ هبدأ اخد من اول ال 8 صح ولا لا؟ تمام يعني انا مش هينفع اخد ال 16 يعني هبدا ادي 1 2 4 8 16 مش هينفع اخد ال 16 لان يعني 16 ناقص اما اقول 15 ناقص 16 هتديني سالب هبدا من اول 8 يبقى يعني خدت كده 4 بت صح كده طيب فلذلك هعمل ايه احط اول 4 بت في السبنت وبعدين الباقي كله ايه وحايد وبعدين هنا 255 وهنا 255 وهنا 255 يعني اعمل اول 4 بيت. اول 4 بت من اليمين للشمال اصفار وبعدين ابدا املي كله وحايد كله وحيد لحد ما توصل لايه؟ لاول السبنت تمام؟ لاول البيجيننج اللي هو البيد رقم 0 في السبنت طيب المهم دلوقتي الانكريمنت هنا كام؟ الانكريمنت هنا 16 صح ولا لا؟ ابدا اعمل السيجمنت بتاعتك يبقى 13.0.0.0 سلاش 16 لا سلاش كام بقى؟ لا هنا هيبقى ده هيبقى سلاش 24 زائد 4 هيبقى 28 ده 28 والانكورنت عندك بيزيد 16، الانكورنت عندك بيزيد 16، تمام؟ طيب فده السيجمنت ده بناء على اني بقسم سيجمنتس على عدد الايه الاي بيز الموجوده في كل سيجمنت، بس هنا في مشكله خلي بالك برضه هنا في استثناء ال 15 دي لو انت جيت حسبت الافيلابل هوستس في كل سيجمنت فهيديك كام؟ هيديك 2 اس 4 2 اس 8 ناقص 2 المفروض يبقى 16 ناقص 2 هيبقى كام 14 ولكن هو طالب منك 15 ال 15 دي لو عايز افيلابل هوستس افيلابل هوستس مش اي بي هات يعني ما يعني هنا بيقول لك يعني ممكن يقول لك انا عايز 15 عايز اعمل سيجمنت بحيث ان كل سيجمنت تشيل 15 اي بي على الاقل او يقول لك انا عايز دي هنحلها بالطريقه بتاعتنا لو هو بيقول لك انا عايز اقسمها على سيجمنتس بحيث كل سيجمنت تشيل 15 اي بي على الاقل لكن لو قال لك انا عايز اقسم السيجمنتس بتاعتي بحيث ان كل سيجمنت تاخد 15 هوست فانت اجمع ال 15 بلس 2 وحول 15 بلس 2 وحول لان انت لما تيجي عملت على 15 حولتها فانا 14 هوست لا كده هو طلب 15 انا اشتغلت على ال 15 بالتقسيمه العاديه لا انا كده اداني 14 افيلابل افيلابل اي بي انا عندي الاي بي هين بتوع النتورك بتوع البرودكاست مش معايا طيب فانا هعمل ايه هحو... هجمع ال 15 زائد 2 هيبقى كام 17 وابدا احول ال 17 لباينري فهبدا من اول ال 16 وهاخد كده ايه 5 بت فبدل ما احول اكتب 4 بت سبار لا ده هيبقى ايه زيرو كمان فهاخد الايكريبت بتاعي من اول 32 فتيجي تعمل السيجمنتس بتاعتك هتبقى هتلاقي مثلا ايه 13.0.0.0 هتلاقي دوت 32 فانت هتلاقي في السيجمنت مثلا اولانيه عدد الهوستس بتاعتها 2 اس 5 اللي هي 32 2 هتديك 30 هوست فدي برده استثناء لو طالب منك عايز تعمل عايز يعمل سيجمنتس بس كل سيجمنت تشيل 15 اي بي ما قالش ما حددش هل 15 اي بي دول هيروحوا اجهزه ولا لا قال لك 15 اي بي بس اعمل بالطريقه المعتاده بتاعتنا طب لو قال لك 15 افيلابل اي بي افيلابل اي بي يعني اقدر اديها الاجهزه اجمع ال 15 زائد 2 17 وابدا ايه اعمل التحويله بتاعتك المشكله دي طب انا امتى يا باشمهندس اعرف انا امتى اجمع او لا بمنتهى البساطه اي رقم يعني لو قال لك اي رقم اي رقم قبل البوزيشن نمبر بواحد يعني المشكله دي هتقابلها عند ال 15 هتقابلها لان دي اصغر من ال 16 بواحد طيب هتقابلها عند ال 31 لان دي اصغر من ال 32 بواحد هتقابلها عند ال ال 63 لان دي اكبر من اصغر من ال 64 بواحد هنا بقى تسال نفسك هو طالب ايه 15 اي بي في السيجمنت ولا 15 افيلابل اي بي ال 31 هل 15 اي بي في السيجمنت 31 اي بي في السيجمنت ولا 31 افيلابل اي بي في السيجمنت لو 31 لو 31 اي بي في السيجمنت هتعمل بالطريقه المعتاده هتحولها لباينري وعدد البيتس اللي خدها هتعملها صفار في في السبنت ماسك طب لو قال لك افيلابل اي بي في السيجمنت 31 افيلابل اي بي في السيجمنت اجمع فوق ال 31 ده 2 وابدا اعمل التحويله بتاعتك الباينري واشتغل عادي جدا يعني كانه مديك 33 اوكي طيب فدي الايه القصه بتاعتنا تعالوا نحل بقى مع بعض ايه جزئيه ال التشالنجنج test انا جايب في التشالنجنج test مسائل قويه جدا من الامتحان الدولي ومسائل انا حاططها فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم نفتح كده ايه الوايت شيت ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك يا سيدي A company has bought uh, 194.15.1.0/24 public address block from the service provider segment this block so it can fit the company needs based on their number of networks which equals uh, 20 هم عندهم اشتروا بلوك الاي بيات 194.15.10/24 وعايزين يعملوا سيجمنت على آه uh, 20 نتورك واللي طلب منك هنا بقى في اللي طلبوا منك هنا في المساله بيقول لك ايه البرودكاست اي بي بتاع السكند سيجمنت السكند سيجمنت طيب نبدا نحل بسم الله الرحمن الرحيم انا عندي 100 آه uh, دوت 1.0/24 ونمبر اوف نتوركس عندي 20 نتورك طب انا عشان احل بقى بالطريقه السريعه ال 20 دي هتبدا من اول ال 16 صح؟ يبقى انا عندي هنا 16 8 4 2 1 هبدا من اول ال 16 مش محتاج تحول الباقي احسب بس كده ايه ال نمبر اوف النيتورك

سلاش تسعة ده سلا تسعة وعشرين طيب آه اول سيجمنت عندي مية اربعة وتسعين دوت خمستاشر دوت واحد دوت زيرو سلاش سلاش تسعة وعشرين وتاني سيجمنت عندي الانكريمنت هنا كام الانكريمنت هو الرقم المقابل لاخر واحد اللي هو آه ده هيبقى ثمانية فهنا يبقى مية اربعة وتسعين دوت خمستاشر دوت واحد دوت واحد دوت تمانية وهنا يبقى مية اربعة وتسعين دوت خمستاشر دوت واحد دوت 8 و 8 و 16 فالبرودكاست بتاع السيجمنت 2 هو عباره عن ايه 194.15.1.9 دوت لا دوت 15 اللي هو 16 قبليه بواحد او ممكن تحل بالطريقه دي الطريقه دي يعني دي تخليك برده تجيب ايه اي نتورك اي بي او تجيب اي برودكاست اي بي الاي بي 194 8 اصفار هحول الاوكتت الرابع ده لايه؟ لباينري اها تمام السبلت ماسك الجديد 255 255 هنا وهنا 255 و 1 1 1 1 1 5 تصبر اهو 0 0 0 الاوكتتس المقابله للهوست ال آه ايه؟ اللي هي او انا اسف البيتس اللي في الاي بي المقابله للسبار في السبلت ماسك اللي بتعبر عن هوست هي ايه؟ الثلاث اسبار دول تمام كده؟ عشان تجيب البرودكاست اعمل مره اعمل مره عشان تجيب البرودكاست حاول الثلاث اصفار دول للثلاث وحايد وشوف الاي بي هيطلع معاك كام هيبقى 194 لوت 15 لوت واحد دوت 15 دوت 1 دوت ال كام خمس اصفار اهو وثلاث وحايد دول هيدوك كام بما ان ان انا عندي تلات وحايد تيرند اون ورا بعض ورا بعض قبل البوزيشن نمبر اللي هو 16 فهيبقى الاوكتت الرابع ده عباره عن كام 15 طيب عشان اجيب لو انا عندي مثلا 194 دوت واحد 16 عايز اجيب النتورك اه يعني مش مش كده يعني لو انا عايز اجيب النتورك اي بي لو انا عايز اجيب النتورك اي بي يبقى الهوستس بتاعت البيتس بدل ما احولها الوحيد لان انا لو حولتها لوحيد اجيب البرودكاست احول الهوست بتاعت البيتس دي لايه؟ لسبار ويبقى كده يجيب لي النتورك اي بي طيب لذلك حل السؤال ده هيبقى هو عايز البرودكاست السيجمنت التانية فالحل هيبقى 194.15.1 أه 194.15.1.15 أه اوكي تمام صغر كده بس صغره شويه عشان Network administrator is asked to configure uh, 113 point to point links which ip addressing scheme best defines the address range and subnet and subnet mask that meet the requirements the requirement and waste the fused subnet and host addresses طيب uh, بمنتهى البساطه احنا نحلل بس السؤال اللي عايز ايه بيقول لك ان انا عندي network في network administrator مهندس الشبكات او مدير شبكه بكونفيجر 113.2 point to point link ايه هو الاول point to point link البوينت تو بوينت لينك اللي بيبقى شكله عامل كالآتي أنا عندي مثلا راوتر راسل على راوتر ده بوينت تو بوينت لينك اللي هو بيربط ما بين ايه تو هوستس اوكي أفضل سبمتنج هنا هيكون ايه أفضل يعني أنا لو أنا معايا مثلا 192 زيرو سلاش كذا أنا أنا عايز أشوف لو أنا هعمل سيجمنت السيجمنت دي أنا عايزها تاخد كام هوست هنا أنا عايزها تاخد تو هوستس صح ولا لأ طب ده كلام جميل جدا نمبر اوف هوستس هنا هتبقى 2 هوستس انا عايزها تاخد هنا 2 هوستس فانا بالتالي فانا بالتالي uh, الصدمه ماسك بتاعي هخليه 255 او هاخر هنا صفرين وهحول الباقي الوحايد يبقى صفرين 1 1 1 1 1 دوت هنا 255 وفي الاوكتت الثاني هنا دوت هنا 255 الصدمه ماسك دي عباره عن سلاش 30 او معناها 255 دوت 200 55.255.252 آه لو انت حبيت تجيب سيجمنتس هتعمل سيجمنتس على 10 مثلا لو 10000 30 دوت زيرو دوت زيرو دوت زيرو اوكي ال 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 ال, ال, ال هتديك هتديك افيلابل اي بي لحد كام؟ <تصفيق> <تصفيق> عذرا هتديك افيلبل اي بي لحد كام؟ المفروض شوف السيجمنت اللي بعدها، السيجمنت اللي بعدها هتبقى 10 تو 0 تو 0 دوت 4 لان الانكرمنت هنا اخر رقم مقابل للواحد ده اللي هو الايه؟ الاربعه، طيب ده كلام جميل جدا. فالبرودكاست ال بتاع سيجمنت واحد هيبقى 10 دوت 0 دوت 0 دوت 3 وبالتالي ومش هينفع ومش هينفع اخد الزيرو يبقى 100.1 10 و100.2 2 اي بيز بس اقدر اديهم ايه لجهازين فبالتالي البوينت تو بوينت لينك ده بيبقى افضل صابنت لي اللي هو سلاش 30 طبعا هنتعرض للموضوع ده يعني اللي مش حاسس اللي حاسس ان هو مش فاهم الموضوع ده قوي كده كده المحاضره الجايه هناخد الفي ال اس ام فاريبل لينك صابنت ماسك هنشرح الموضوع ده باستفاضه كبيره جدا المهم هو بيقول لك ايه هو آه بيقول لك ان انا هو عنده 113 بوينت تو بوينت يعني عنده مثلا ايه تخيل ده دي النيتورك دي مثلا كده 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 وكده هو بقى عنده إيه ده بوينت تو بوينت ادي 1 2 3 4 5 6 انا عندي هنا في النيتورك دي 6 بوينت تو بوينت لكن لا ده هو عنده 113 بوينت تو بوينت طب ده كلام جميل جدا أه, 113 بوينت تو بوينت 113 بوينت تو بوينت عايز يوزع يعني معاه اي بي معاه اي بي اوكي المفروض الاي بي ده آه كام المفروض الاي بي اللي هو عنده 10 دوت 10 دوت 0 0 لكن هو ما يعرفش هو سلاش كام يعني اكس دي مجهوله اوكي طيب ده كلام جميل جدا هو عايز يرفع الاكس دي لسلاش 30 عايز يرفع الاكس دي لسلاش 30 اللي هي هنا بحيث بحيث ان انا لما ارفع وانا مش اما ارفع الاكس دي سلاش سلاش 30 يعني انا هضيف وحيد حلو قوي صح ولا لا مش انا هضيف وحيد ده كلام جميل طب هو انا مش عدد السيجمنتس اللي اقدر اعملها هي 2 اس ان حيث ان ان هي عدد الوحيد اللي انا ضفتها صح ولا لا المفروض اه طب ده كلام جميل جدا طيب انا اضيف كم واحد اضيف كم واحد بحيث اوصل لل سلاش اضيف كم واحد بحيث اوصل لسلاش سلاش 30 ويديني ات مينيمم 113 بوينت تو بوينت لينك الحل اني ال 113 دي هحولها لباينري طب ال 113 دي عشان احولها هبدا من اول ايه ال 64 يعني هبدا من ال 64 عندي 16 مش هينفع 128 لو طرحت 128 ناقص 13 او 13 ناقص 128 حتى هتديني عدد سالب فابدا من ال 64 يعني انا هاخد 7 بتس صح ولا لا يبقى انا عشان عشان آه, آه عشان احول ال 113 دي لباينري فانا هضيف كام بت؟ هضيف 7 بتس للسبنت، هضيف 7 7 بت للاكس، لو انا قلت الاكس بلس 7 هتديني 30، لو انا حطيت 7 بتس للاكس دي, دي لان دي نتيجه تحويل 113، مش انا يا شباب لما كنت بقول ايه انا عايز اعمل سبنت على 30 نتورك، فكنت بحول ال 30 نتورك دي وبجيب منها النتورك انكريمنت فاليو، فدي عدد البتس اللي بزودها على على الرقم بتاع السلاش، وكنت تلاقي بالصد مش دي مش ب... صدفه ده هي كده كنت بتلاقي ان 2 اس عدد اس آ... ان الان دي هتلاقيها هي رقم البيتس اللي احتاجه النمبر اوف نتوركس اللي عندك يعني 113 دي خدت 7 بت فانا انا ضفت 7 وواحد فانا قلت 2 اس 7 2 اس 7 وواحد انا ضفتها هتديني 128 نتورك وهو محتاج على الاقل 113 وده اوكي ريكويرمنتس معايا يبقى اكس بلس 7 لو انا زودت على الرقم بتاع سلاش ده 7 هتديني 30 يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس ب 23 يبقى المفروض السبميت 10 دوت 0 دوت 0 دوت 10 23 ثم هو رفعه حط عليه 7 بيتس كمان فبقت سلاش 30 وانا السبع بيتس دول لو ضفتهم هيقدروا يكاري تولي سبعه اكتر يعني هيقدروا يكاري تولي اكتر من 113 آه uh, نتورك وهو ده المطلوب عندي هي الاجابه دي 10 دوت 10 ديور زيرو سلاش 23 ويب ماسك 255 255 255 uh, 25, 252 uh, اللي مش فاهم السؤال ده كده كده ان شاء الله احنا في الفاريبل uh, في الفاريبل اللي انت سبنت ماسك المحاضره الجايه باذن الله تعالى هنشرح الموضوع ده باستفاضه كبيره جدا طيب آه نبدا بالسؤال اللي بعده بيقول لك آه في شركه اشترت اي IP بي بلوك اي بيات 173.1.0.0 سلاش 16 وعدد النتوركس هنا 20 عايز البرودكاست بتاعه رابع سيجمنت بتاعه رابع ايه رابع سيجمنت طيب نمسح هنا اا آه 173. كام بقى 173.1.0.0 16 اوكي. ااا آه عندي 20 نمبر اوف نتورك صح؟ نتوركس. حولها هتبدا من اول ايه؟ برضه انت المفروض انا هحل دلوقتي بالطريقه المبتدئه جدا بس انا قلت في طريقه اسرع. افرش السج... السكيما بتاعتك افرش السك... السكيما بتاعتك 1 2 4 8 16 32 64 128 ده عشان ما حدش يقول لي يا باشمهندس انت بتجري بينا ادي ال 20 عشان احول ال 20 128 ما تنفعش 64 ما تنفعش 32 ما تنفعش 16 هتنفع صح؟ ال 16 ناقص 20 هتبقى 4 فال 8 مش معايا، ال 4 معايا، ال 2 مش معايا ولا الواحد معايا، انا كده خدت كام بت؟ كده خدت 5 بت، الطريقه السريعه ان انت شوف ال 20 دي هتحتاج كام بت عشان احولها؟ هبدا من اول كام؟ ال 16 يبقى حطيت واحد عند ال 16 مش لازم تحول الباقي ما انت هتاخد كله هتاخد انت عايز نمبر اوف ديجيتس دي يبقى 1 2 3 4 5 فانا هضيف 5 بت على ال 16 يبقى سلاش 21 يبقى 100 سلاش 21 ده اول ايه ده اول سيجمنت طيب السلاش ال 21 سلاش 21 دي بالدسمال يعني ايه 255 255 وفي الاكتت التال التالت هحط خمس وحايد اهو آه وثلاث اصفار أه. ال والاوكت الرابع هخليه صفر بالدسمال عادي مش هحط ثمانيه اصفار يعني والواحد دي مقابله لكام عشان اجيب السيجمنت انكريمنت فاليو

/21 وده كده تاني سيجمنت دي تالت سيجمنت دي رابع سيجمنت وخامس سيجمنت هتبقى 173.1.24.8 دوت دوت آه آه هتبقى كام لا انا حاسس في حاجه غلط هنا 08 و 8 8, و 8 16 16 و8 هتبقى آه هتبقى 4 لا آه هتبقى 24 24 و8 هتبقى 34

and each LAN containing 5 to 26 hosts طيب آه هو مبدئيا هو المفروض هو عايز يعمل سبنتنج بحيث ان هي subnet اللي هيعملها تسبورت 8 لان اوكي 8 لان يعني انا محتاج اضيف كام واحد عشان اضيف كام واحد عشان يرفع لي آه يديني 8 نتورك 8 نتورك وكل نتورك تد... تديني مثلا رقم من 5 الى 26 هوست طيب هو اولا الديفولت سبنت كام يعني انت كنت المفروض تقول لي يا باشمهندس ان انا المفروض اما اعمل سبنت لازم اكون عارف السبنت الرئيسيه هي ايه الديفولت سبنت يعني انت هنا الديفولت سبنت 16 المثال السابق كان 24 انت كونسيدر الديفولت سبنت هنا 4 سل... آ... 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 سلاش 24 ليه لان انت هت... هتلاحظ هنا ان اول 3 255 ثابتين سيبك من اللي فوق ده ده اسمه وايلد كارد ماسك ده ايه ده ملناش دعوه بيه أه سيبك من الفوق. أه احنا نتكلم بالتلاتة اللي فوق احنا هنتكلم في الثلاثه اللي تحت انا عندي هنا ثلاثه 255 ثابتين فده يعتبر انا هعمل سبليتنج على سلاش 24 اوكي طيب الثمانيه لان يعني انا هضيف المفروض هضيف ثلاث وحايد لان 2 اس 3 3 وحايد 2 اس 3 بيساوي 8 فانا هضيف ثلاث وحايد طيب ثلاث وحايد دول انا عشان برضو يعني ايه آه يعني دي الطريقه السريعه بس انا برضو عشان نراعي ان بعض الناس ممكن تكون عندها مشكله في الموضوع انا دلوقتي عندي 8 نتوركس 8 نتوركس دي حاله شاذه لان ده بوزيشن نمبر فانا هسال انا مش هحولها لباينري انا هسال نفسي 2 اس اكس بتساوي كام 8 المفروض ال 8 دي عباره عن 2 اس 3 فالاكس هتساوي 3 فانا دي عدد البيتس اللي انا هضيفها فانا عندي 255 255 255 هشتغل على الديفولت سبمت اللي هو سلاش 24 لان انا لقيت عندي ان ال كل الاختيارات بتثبت فيها اول ثلاثه باول 24 بت وهضيف ثلاثة وحايد وهنا صفار اهو طب الواحد ده كام؟ الواحد ده مقابل لكام؟ ل الواحد ده عشان أجي لو انا عايز اجيب انكرمنت مثلا فالواحد ده مقابل لكام؟ ل 32 ايا كان هو مش طالب مني اساسا سيجمنتس فمش هحتاج الانكرمنت. السبنت ماسك ده المفروض كام بالديسيمال؟ ها 111 32 و64 و128 ده هيديني كام؟ ده هيديني 224 اه طيب عدد الهوستس هنا كام؟ 2 اس عدد الاصفار ناقص 2 يبقى 2 اس كام؟ 2 اس 5 ناقص 2 هيديني 30 هوست هيديني 30 هوست اه طيب فبالتالي الاختيار ده هو اللي هيبقى الصح معايا بيقول لك ايه النتورك اي بي ل 192 168 1.68 طيب المفروض السلاش دي يعني صلحوها عندكم يعني حلوها على سلاش 26 مش 25 تمام دي سلاش 26 طيب انا لو انا عندي سلاش 26 تمام ادي اي بي هو مديني اي بي جهاز كام يا سيدي 192.168.1.68 طيب 192.168.1.68 سلاش 4 وست... سلاش 26 26 طيب اوكي ال يعني 255 255 255 1 1 ها ست صفار الانكرمنت هنا كام؟ الانكرمنت خلي بالك ان هنا ده 64 تمام طيب كده؟ طيب المهم انا ال عشان تبدا تحل المساله ال 192 دي انت عايز تجيب النتورك اي بي صح؟ طيب انت عندك كام هو بحو... كم زيرو في الـ في السبنت؟ انت عندك دلوقتي خمسه سته صح ولا لا؟ فانت السته المناظر الست بيتس دول في الاي بي حولهم لاصفار فهنا 168 دوت المفروض ال 68 دي عباره عن كام المفروض ال 68 انا عشان احولها لباينري عباره عن ال 128 مش معايا ال 64 معايا فهيتبقى هيتبقى كام هيتبقى 8 أه بقى 4 فال 32 مش معايا ال 16 مش معايا ال 8 مش معايا ال 4 معايا ولا الاثنين 2 ولا الواحد 1 معايا طيب انا هحول بقى ال دول خم دول ستة بيتس في السبت ماسك مقابلهم ستة بيتس في الـ في الاي بي عشان اجيب النتورك بتاعتها لازم احولها لزيروهات عشان اجيب النتورك بتاعت الاي بي ده لازم احول الستة بيتس دول لزيرو اشمعنى؟ لانه قصادهم ست زيرو هات في السبت ماسك احولهم لزيرو هات. عشان اجيب ايه؟ النتورك اي بي فانا عشان احولهم الواحد هتنزل زي ما هي والزيرو هتنزل زي ما هي هنا واحد هنا 168 وهنا 192 فانا هيبقى الاي بي بتاعت النتورك 192 168.1.64 سلاش 26 ويبقى ده الاختيار الصح بتاعي اها طيب a national retail chain needs to design an ip addressing scheme to support a nationwide network the company needs a minimum of 300 subnetworks and a maximum and a minimum of host uh, of 50 host addresses per subnet, working with only one class p address which of the following subnet mask uh, will support an appropriate addressing scheme طيب هو بيقول لك عايز يعمل سبميتنج بحيث هيضيف شويه وحايد بس الوحايد اللي هيضيفها دي خلي بالك يعني هو هيشتغل على ديفولت سبميت سلس 16 يعني انا فاهمكم دلوقتي هو عايز ايه انا دلوقتي عندي هيشتغل على سلس 16 يعني 255.0.0.0 255.255 .255 ده عباره عن كام؟ ده عباره عن اساسا عن سلاش آه 16. طيب آه هو عايز يعمل سبمتنج يعني يضيف شويه وحايد لل 16 بحيث ان المفروض عدد النتوركس اللي هيقدر يعملها 2 اس اس ان حيث ان هي عدد الوحايد اللي ضافها. طيب آه هو عايز يضيف شويه وحايد بحيث ان النتوركس تطلع معاه تكون ات مينيمم 300 نتورك فبالتالي انا هحول ال 300 دي لايه؟ لباينري هيبقى عندي 1 2 4 88 16 32 ال 300 دي يعني انا هبدا من ال 300 دي يعني انا هبدا من كام يعني انا هبدا من اول ال 256 يعني انا هاخد 9 بت يعني انا هضيف 9 فوق ال 16 هتديني سلاش كام هتديني سلاش 25 فال 25 دي عباره عن 255 255 255 لأن خلي بالكم 300 دي يعني أرضي 64 وادي 128 وادي كام؟ ال 256 أنا قلت لك إيه؟ شوف أنت هتحط واحد تحت أنهي بوزيشن نمبر؟ أنا أحط تحت ال 256 لأن ما ينفعش أحط تحت ال 512 طيب مش لازم أنت تشوف الباقي تحول للباقي إذا كان من واحد ل 128 أنت عندك 8 بيتس فال 256 يبقى أنت عندك 9 بيتس يبقى أنت عندك 9 بيتس هتضيفهم لل 16 يبقى هيبقى سلاش 25 فأنت ال 9 بيتس دول هيمثلوا النتورك إنكريمنت فاليو طيب آه اوكي تمام آه، احنا نمسح بس الحته دي اوكي تمام وانا برده نمسح الحته دي اوكي طيب ا استاذ 16 انا ضفت بقى 255 دول 8 مقفلين انا ضفت 9 منهم 8 ملو اوكتت الثالث كله وبعدين هتبقى واحد هنا وبعدين سبع اصفار اوكي طيب فالنتورك دي هتبقى كام او السبمت دي بالدسمة اللي هتبقى كام هتبقى 255 255 255 دوت كام دوت 128 طيب ال 128 دي هتقدر تديني نمبر اوف فورسز كام حول الزيروهات دي اعمل 2 اس اكس حيث اكس هي عدد الزيروهات اللي هي 7 ماينس 2 يعني 2 128 128 ناقص 2 هتبقى 126 فده فعلا هيحقق لي السبليتنج ده 255 255 25, 255 128 معناه إن أنا ضفت 9 وحايد على 16 معناه إن أنا أقدر أعمل 2 أس 9 نتورك اللي هي فعلا هتعدي ال 300 نتورك ومعناه برضو ان النمبر اوف هوستس هيعدي ال 50 لو عايز اتمني من 50 اللي هو 126 هوست فده موجود معايا خلي بالك ان انت في السؤال قال لك تشوز تو اختار اتنين طيب لو في ممكن اعمل حاجه تاني انا ممكن اكتب هنا واحد واحد يعني الثابت ماسك اللي هي 255 255 255 192 لو انا عملت دي لو انا عملت دي هتديني نمبر اوف نمبر اوف نتوركس كام انا كده ضفت كاني ضفت 10 لا انا كده كاني ضفت 10 وحايد يعني 2 اس 10 ب 1024 نتورك يبقى فعلا معديه 300 نتورك طيب 2 اس 2 اس عدد الاسبار ما ال 192 دي عباره عن واحد واحد ست اسبار اوكي okay. فدي هتبقى كام دي هتبقى 2 عدد الهوستس بقى 2 اس 6 2 يعني هتبقى كام 62 وفعلا هو معدل 50 فالاختيار عندي هيبقى مية ال 255 255 255 128 و 255 255 255 192 طب ليه ال 224 ما تنفعش معايا ال 224 هتديني فعلا فوق ال 300 سبنتورك ولكن ولكن هتديني 30 هوست في السيجمنت الواحده 30 افيلبل هوست في السيجمنت الواحده فلذلك هي هتبقى اصغر من 50 مش هتنفع معايا اوكي طيب

خمسة وعشرين دوت خمستاشر دوت الستة طيب او تعالوا نعملها بالطريقة الطريقة الاولانية أنا هنكتبها مثلا على اليمين بس دي الطريقة الاصعب حول العشرة دي لس ل... لإيه لباينري تمام فانت 128 مش معايا ال 64 مش معايا ال آه ال 32 مش معايا 16 مش معايا ال 8 معايا ال 4 مش معايا ال 2 معايا ال 1 مش معايا طيب ال 25 ال 128 ال 128 مش معايا ال 64 مش معايا ال 32 مش معايا ال 16 معايا ف 25 ناقص 16 هتديني 9 ال 9 عباره عن 8 وال 1 فال 8 معايا وال 4 مش معايا ال 2 معايا لا ال 2 برده مش معايا وال 1 معايا طيب ال 15 ال 15 عباره عن آه, ال 128 مش معايا ولا ال 128 وست... مش معايا ولا ال 64 ولا ال 32 ولا ال 16 واحط هنا اربع وحايد ده ال 15 ال 6 ال 6 عباره عن 4 و 2 فانت هتبقى 0 0 0 ادي ده 32 16 لا وال 8 لا ال 4 وال 2 معايا اها تمام ال سلاش 14 عباره عن كام بقى؟ 255 يعني 1 1 1 1 1 1 1 1 دوت اه دول 8 8 اضيف عليهم كام يبقوا 16 يبقى 14 يبقى 6 1 2 3 4 5 6 تمام 0 0 طيب هنا 8 تصفار وهنا 8 تصفار اوكي طيب انا عشان اجيب البرودكاست اعمل ايه انت عندك كام زيرو هنا في السبنت عندك كام ادي 8 و8 16 و2 18 18 دول في الاي بي يعبروا عن ايه؟ عن هوست فاقفش ال 18 دول اللي فوق اللي هما دول اوكي؟ هو طالب منك ايه؟ لو قال لك برودكاست يبقى حول ده حول ده كله الوحيد وده الوحيد فده هيديك 255 وده يديك 255 وحول الواحد الـ الـ الواحد والزيرو ده هيطلعوا واحد واحد ده لو طالب منك برودكاست هو طالب كام هو طالب ايه طالب فعلا برودكاست فالبرودكاست هنا هيبقى كام بقى هيبقى هنا هيبقى 10 دوت اه هنا بقى الواحد ده مقابل لكام لل16 و8 يبقى 24 24 و3 يبقى ايه يبقى 27 دوت 255 دوت 255 فده الحل بتاع, بتاع المساله اهو 10 ضد 27 ضد 255 255 الحل الثاني بدل بقى ما تحول كل ده انت حول ايه؟ قال اكتب انت عندك 255 صح كده؟ طيب آه الاوكتت الثاني هل 255؟ لا هل اقل؟ هتقول لي اه يبقى اذا حوله الباينري يبقى اللي هحوله الباينري يبقى 1 1 1 1 0 0 وهنا 0 وهنا 0 الثالث والرابع هكتبه بالدسم العادي لان هم 8 اصفار فمش هكتب 16 صفر يعني طيب ال 10 اهي ال 255 حول ال 255 انا اسف ال 25 حولها للباينري يبقى هتبقى عباره عن ايه 00011001 وال 15 اكتبها زي ما هي وال 6،, 6 اكتبها زي ما هي طيب انا عندي كده كام بيتس صفار في السبنت ماسك عندي 18 طب إم اقفش ال 18 اللي قصادهم في الايه في الاي بي اللي هو ال 6 الاوكتت الرابع اللي فيه السته والاوكتت الثالث اللي فيه ال 15 واول 2 بت من الاوكتت الثاني حلو حولهم محايد فالسته تقلب ل 255 15 تقلب ل 255 واما اجي احطه ده هيطلع واحد والصفر ده هيتحول لواحد اما تيجي تجمعه الباقي هيعمل لك 27 في الاوكتت الثاني وادي 10 دوت 27 دوت 255 255 طيب آه يهدى البرودكاست ده معايا آه Below the reflector which three statements correctly describe network device A network device A بصوا يا شباب انا عندي آه ده النت اللي هو ديفايس A متوصل بي سويتش والسويتش ده واصل بايه بي سي وهنا متوصل هنا بالسويتش والسويتش ده واصل بايه بي سي طيب في بي سي اللي هو اللي على الشمال اللي هو على اللي هو على الشمال عشرة دوت واحد والتاني هيبقى 10.1.1.70 دوت المفروض يعني حسب ما انا فاكر اه تمام آه، بيقولك بيقول لك بقى هيجيب لك شويه ستيتمنتس وهنبدا نحل عليها يعني بيقول لك تشوز الكوريكت ستيتمنت وقال لك اختار ثلاث جمل صحيحه بتوصف الموقف اللي انا فيه ده طيب اولا تفتكروا يا شباب تفتكروا لو انا ان الجهازين دول يبقوا في نفس النتوركس امتى الجهازين دول يبقوا في نفس النتوركس امتى على الاقل على الاقل تقدير على الاقل تقدير لو هم لو النتورك دي سلس 16 يعني 255 255 دوت 0 لان النتورك اي بي هيكون هنا 10 دوت 1 دوت 0 دوت 0 وهنا 10 دوت 1 دوت 0 دوت 0 فالاثنين هيبقوا في نفس النتورك اذا جهاز ايه ده هيكون ايه لاير 2 ديفايس يعني هيكون سويتش طيب uh, في 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 سكيما ثانيه ممكن يكونوا فيها الجهازين دول في نفس النتورك تعالوا نشوف تعالوا نشوف عشان يبقوا في نفس النيتورك عشان اعرف هم يبقوا في نفس النيتورك امتى يعني لو السبنت بقت كام هتعمل الاتي ادي 10.1 اوكي ده جهاز ايه ده جهاز ايه او ده او ده خليه ده جهاز 1 فانت الايه ده هتقلبها ل 1 ده جهاز 1 وحول انت عندك الزيرو دي حولها ل 8 اسبار زي ما هي حولها 8 اسبار وال 36 دي حولها برضه هي عباره عن 32 و4 و4 فال 128 مش معايا ال 64 مش معايا ال 32 معايا ال 16 مش معايا ال 8 مش معايا ال 4 معايا آه وال 2 مش معايا ولا ال 1 معايا طيب طب ده تحويله ايه الاي بي بتاع جهاز واحد طب جهاز 2 حول الاي بي بتاع جهاز 2 لباينري هيبقى 10.1.00000000001 صح ولا لا طيب وال 70 ال 70 عباره عن آه 64 64 وكام بقى آه و6 صح ولا لا المفروض 70 ده تبقى 64 اتبقى من 64 6 6 دي عباره عن الاربعه 2 طيب فال32 مش معايا ولا 16 ولا ال8 والاربعه معايا ولا 2 معايا والواحد مش معايا دي تحويله ال70 طيب عشان يكونوا في نفس الـ Network معايا اقصى سبنت يقدروا ياخدوه اكبر سبنت يقدروا ياخدوه هو ده هو ده كام ده 8 صح زائد يعني لازم يكونوا متشابهين في اول 8 بت اهو في الاوكتيت الاولاني وهم متشابهين في الاوكتيت الثاني ولازم يكونوا متشابهين في اول 7 بت في الايه في الاوكتيت الثالث في الاوكتيت الثالث 8 و8 16 و7 كام و7 8 و8 16 و7 كام يبقى سلاش 25 يبقى اللي هو 255 255 8 و8 16 و7 آه لا ثمانية فعلاً خمسة والسبعة فأنت هتتكلم في ستاشر آه هتبقى لا أصل خمسة دي أنا كده هعدي ال ال الستاشر 24 آه أوكي تمام 8 و8 و 16 الواحد بس من كتر ما, ما, ما الحل بدا يتلخبط طب ماشي انا هجمع هنا 8 زائد 8 زائد 7 اه لا 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 8 8 زائد 7 اه أو 23 اه 23 16 16 و7 23 مش مش 25 طيب ف ال ال ناتج ناتج 7 بيتس ورا بعض يا شباب كده زيرو ده هيديني كام؟ المفروض الواحد ده مش معايا تمام ده هيديني كام؟ ده هيديني 254 254.0 فهم لو بقوا بص بقى لو هم اقصى حاجه اقصى حاجه ان هم يبقوا سلاش 23 يبقوا في نفس السبنت طب لو هم في سلاش 22 يبقى برده في نفس السبنت لو في سلاش 21 في نفس السبنت لو في سلاش مش عارف 20 في نفس السبنت كل دول يبقى الجهازين دول في نفس الايه في نفس النتورك لان هتلاقي هم متشابهين بالحد الاقصى في اول 23 بت فطب لو متشابهين في اول 22 بت يبقى في نفس النتورك لو متشابهين في اول واحد 19 بت في نفس النتورك وهكذا وايه وهكذا طيب تعالى بقى ايه نبدا نحل دي شويه ملحوظات كده نبدا نحل بقى قال لك وذ نتورك وايد ماسك اوف 255 255 255 128 اتش انترفيس دازنت ريكوير ان اي بي ادرس لا لا لان ال 128 يبقى انا كده عليت فوق ال 24 يبقى انا عليت فوق السلاش 23 فانا قلت لك لو هم 23 فيما اقل يبقى في نفس السبنت لو اعلى هيبقوا في سبنتس مختلفه فبما انه هو بيقول لك ذا اتش انترفيس دازنت ريكوير ان اي بي ادرس يعني كانه بيقول لك ديفايس ايه ده هيبقى سويتش لا ده مش هيبقى سويتش هو المفروض هيبقى راوتر لو على 128 هيبقى راوتر والراوتر هياخد اي بي في النتورك دي وهياخد اي بي في النتورك دي فده مش معايا طب الثاني آه بيقول لك لو انا على نفس السبنت اللي هي سلاش 25 هي ديفايس ايه هيحتاج اي آه بي في كل آه في كل لان ايوه صح ده معايا طيب اما يكون سبنت ماسك 255 255.0 دوت زيرو It must be layer 2 device for PCs to communicate لا لان ده سلاش 24 فوق 23 فما ينفعش يكون layer 2 ما ينفعش يكون سويتش لكن ينفع يكون راوتر اللي هو فيه الاجابه دي طيب uh, with a network اوف 255 255 254 اللي هو سلاش 23 each interface doesn't require an IP address أيوه صح لأن هم لما يكونوا سلاش 23 هيبقوا في نفس ال مش هيحتاجوا راوتر يراوت ما بينهم لأن الراوتر بيفصل ما بين اللانز lans لأن الجهازين دول لو هم في 2 lans مختلفة أو في 2 segments مختلفة هيحتاج راوتر في النص ما بينهم لأن الراوتر أساسا بيربط اللانز lans مع بعضها ولل... ولازم اللان تكون ليها network IP مختلفة عن اللان الثانية طيب uh, السؤال بقى إيه الأخير

اوكي طيب عشان انا اجيب النتورك كان في سؤال مشابه لده بس عايز البرودكاست طيب احل ازاي بقى طيب اولا ال14 عباره عن 255 وبعدين كم واحد بقى عباره عن ست وحيد هنا صفرين وهنا صفر وهنا صفر اوكي هنا 10 دوت حول ال23 دي ال23 دي 128 مش معايا ولا 64 ولا ال32 معايا ال16 معايا ال16 هيتبقى كام ال16 هيتبقى 7 التمانية مش معايا والاربعة والاتنين والواحد معايا والخمستاشر هكتبها خمستاشر وستة هكتبها ستة تمام بدأ الاي بي بس انا حولت الاوكتت الثالث بس لايه في الاي بي وكذلك في الصب الاوكتت الثاني في الاي بي والسبت ماسك حولته لايه لباينري طب انا عشان اجيب النتورك اي بي امسك الايه ال البيتس بتاعت الهوست اللي هي المفروض في الصب ماسك اهي قصادها اهي اللي هي قصادها في الاي بي وصفر فال6 هتقلب صفر وال15 هتقلب صفر واما اقلب صفر الواحد والواحد ده يعني انا كاني هو المفروض ده كام المفروض ده الاوكت ده كله 23 طيب اما اجي اطرح اما اجي اصفر البت ده والبت ده يعني انا كاني نقصت الواحد هنا والاثنين هنا يعني كاني نقصت ثلاثة يعني كان ده هيبقى 20 وادي ده 10 يبقى ده النتورك اي بي اللي هو 10.20 اوكي طيب 呃。Uh في المحاضره النهارده اتكلمنا عن بعض الملاحظات على السبنت ماسك وارتباط السبنت ماسك بالاي بي البيتس الوحايد في سبنت ماسك البيتس المقابله لها في الاي بي بتعبر عن نتورك والاصفار والبيتس اللي في الاي بي المقابله للاصفار في سبنت ماسك دي بتعبر عن الهوست خدنا سبنتنج بيزد اون نتورك نمبر وبيزد اون هوست نمبر وخدنا سم اكسلريتنج تكنيكس اون سبنتنج في التحويلات خصوصا مثلا عندي 20 طب ال 20 دي هحتاج احول من اول ال 16 معايا 5 بت مش هحتاج احول بقى ايه باقي ال 20 بالباينري وكذلك اه اشتغلنا على ال اه اشتغلنا على ال اه انا يعتبر خلصت اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته